una recording o che dare screen share, vediamo. السكشن بتاعنا ده اتكلم زي ما قلت عن الهيب والهيب سورت، عشان هو المفروض انه سكشن خفيف يعني مش هياخد وقت كبير مننا عشان ما تقلقوش من زي المره اللي فاتت. فا اولا كده تعال نشوف الهيب. الهيب في منها باشمهندس ممكن بس اسال حاجه في البروجكت ولا بعد السكشن؟ خلينا نجمع بعد السكشن كله يعني خلاص اول السكشن نشوف البروجكت. الهيب زي ما انتم شايفين كده في منها نوعين، حاجه اسمها مينيمم هيب وحاجه اسمها ماكسيمم هيب. الهيب ليها بروبرتي تمام بتحاول تحافظ عليها بالنسبه لكل الايرنز، زي ما كان البي اس تي عندنا. البي اس تي كان ليها بروبرتي ايه؟ ان البيرنت اللي التشايلد الشمال بتاعه اصغر منه واليمين اكبر منه، وهكذا على كل النودز بقى اللي في الايه في التري. الهيب برضو كده، الهيب بتحافظ على بروبرتي ايه هي؟ المينيمم هيب بيقول لك ان البيرنت اصغر من التو تشيلدرن بتوعه، يعني زي ما احنا شايفين على الشمال كده البيرنت 10 اصغر من 15 وال 30، كذلك 15 هو ستيل بيرنت من ال 40 وال 50، ف 15 اصغر من ال 40 وال 50. والليف نودز طبعا ما لهمش ايه؟ ما لهمش تشيلدرن، فخلاص فباي ديفولت كده الليف نودز هم اللي بيحققوا الهيب بروبرتي على طول، مش محتاج اعمل تشيك طبعا ما لهمش اي تشيلدرن. الماكسيمم هيب بقى العكس، الماكسيمم هيب بيقول لك البيرنت اكبر من التشيلدرن بتوعه، فال 100 دي اكبر من ال 40 وال 50، وال 40 اكبر من 10 وال 15، 50 اكبر من 50 وال 40 اكبرين او يساوي، وكذلك هنا اللي يساوي برضو ال inequality دي فيها يساوي. خلاص كده ده كده ال properties بتاعت الهيب بتاعتنا. فهي يبان ان هي منظرها ايه؟ تري زي التري اللي كنا بناخدها المره اللي فاتت، بس هنا تعالى نشوف هنتكلم على الماكس هيب. يعني بص الماكس هيب بس يعني العنوان في الماكس هيب هو المينيمم هيب بالظبط، اختلاف الايه؟ اختلاف البروبرتي بس، لكن اللي هيتعمل هنا هو اللي هيتعمل هنا. الديفينيشن بتاع الماكسيمم هيب بيقول لك ايه؟ ان هي بالانسد ليفت جاستيفايد باينري تري، هي باينري تري كل بيرنت ليه تو تشيلدرن بس. بالانسد يعني ايه؟ يعني الفرق ما بين الهايت اليمين والشمال من ناحيه كل نوت مش اكبر من الواحد، يعني يا زيرو يا واحد مش اكبر من كده. خلاص؟ وليفت جاستيفايد. فتعالوا بقى نشوف البروبر الاثنين كونديشنز دول ان هم تبقى بالانسد وليفت جاستيفايد دول هيعملوا ايه. الهيب لما تيجي تملاها خلاص يعني خلينا نبص على الهيب اللي معانا دي، لما تيجي تملاها تخلص ليفل ليفل، يعني ما ينفعش تبتدي تملى ليفل قبل ما تخلص الليفل اللي انت واقف. يعني بصوا كده ما ينفعش مثلا عندك هنا 100 تحتيه ادي 70 وتبتدي تحط تشيلدرن هنا تحت ال 70 قبل ما تخلص الليفل ده، الليفل ده كله لسه في تشايلد يمين ما اتحطش لل 100 ما ينفعش. فهي بتتملي ليفل باي ليفل، والليفلز بتتملي من الشمال لليمين، الشمال يتملي يخلص الاول وبعدين اليمين. يعني ما ينفعش يبقى دي ليها رايت تشايلد وهي مالهاش ليفل، لازم الليفت يجي الاول وبعدين الرايت. فدي بروبرتي مهمه جدا، فهي بالانسد طبعا وليفت جاستيفايد معناها ان هي بتتملي الشمال بالانسد. ليه؟ لان انا كده كده هيبقى بخلص الليفل كله للاخر، ده بخلصه من الشمال لليمين، فمهما كان الوضع الهايت ده كده هيبقى يا اما يساوي الهايت ده او اكبر منه بواحد بكتير، مش يبقى فيه unbalance يعني. خلاص كده الهيب دي هي يبان انها representation ان هي تتعمل في تري وكده، بس احنا مش هنعملها في تري. ليه؟ لان ال properties دي اللي احنا اتكلمنا فيها ان هي balanced و left justified تملاها من الشمال لليمين ولازم تملى ليفل باي ليفل الاول، بيديك advantage مهمة ان انت ينفع تحطها في array. شايفين الهيب اللي فوق دي ينفع ككود نحطها في array ازاي؟ نحط البيرنت اللي هو 100 ده في الاول والتو تشيلدرن بعدي 19 و36. طيب في تو تشيلدرن 19 حطهم من الشمال لليمين، نبتدي نملى بقى من الشمال لليمين 19 حط التشيلدرن بتوعه، ال 36 ليها تشيلدرن حطهم برضه بقى 25 و1، بعدين ال 17 ليها تشيلدرن حط ال 2 و7،
التلاتة ملهاش، خلاص خلصت كده، أنا متأكد إن مفيش أي نود تانية موجودة. وصلت لأول ليف نود، اللي هي التلاتة دي كده أول ليف نود، خلاص كل اللي جاي أكيد ملوش اتشيلد، لأن هي بتتملي ليفل باي ليفل وليفت جاست كارد. طيب اللي أنا عملته ده بقى، لو أنا عندي البيرنت الإندكس بتاعه أي، اللي تشايلد الشمال فين واللي تشايلد اليمين فين، عشان محتاج أجيبهم بقى بعد كده في الأوبريشنز اللي هنعملها بعد كده، مهم إن أنا أبقى عارف كل تشايلد فين وفين. فلو البيرنت اي بالرصه اللي احنا رصيناها دي، ليفت تشايلد هيبقى 2i بلس 1، والرايت هيبقى 2i بلس 2. فتعال نشوف كده اللي احنا عاملينه. ال 100 الاي بتاعتها بزيرو، هي في الاندكس رقم 0. الليفت فين؟ 2i بلس 1 يعني 2 في 0 زائد 1 هيديك 1، فطبعا ده الليفت تشايلد صح. الرايت 2 في 0 بلس 2 يديك ده، فده الرايت تشايلد صح. تعالوا بقى نجرب على حاجة بعيدة شوية، تعالوا نشوف ال 17. ال 17 ده الاي بتاعتها ب 3، اكس 3. الليفت تشايلد فين؟ 2 في 3 زائد 1 7، اللي هي ال 2 فعلا هي الليفت تشايلد بتاعها. والرايت 3 في 2 زائد 2 يعني 6 و2 8 7 فعلا، ده الرايت تشايلد بتاع ال 17. فالهيب بتاعتنا احنا حطينا عليها الكونديشنز دي، خلاص دي كده حاجتنا ان احنا نعرف نحطها في array representation. ده representation ابسط جدا ان احنا نعمل tree بقى، و left pointer و right pointer بقى وكده. ده كده ال array على طول نملاها بالطريقة دي. حد عنده مشكلة لحد دلوقتي في ال definition السريع ده والمقدمة السريعة دي؟ طيب ده بقى شكل الكلاس ككود، كلاس اسمه binary tree مثلا. طبعا هنعمله اري، ففي تو اوبشنز، يا اما تعمله ستاتيك يا دايناميك، مش فارقه كتير، اعمل اللي انت عاوزه. فانا هعمله مثلا ستاتيك وهديله ماكسيمم سايز 15 على حسب السيستم بقى. انت ممكن يبقى عندك سيستم تاني فيه الاليمنتس مثلا، عارف ان 100 ايه ممكن ماكسيمم سايز زي ما انت عارف، زي ما انت عاوز. وادي الستاتيك اري اهو، طالما اللي جواه ده كونستنت سايز خلاص مش هيتضايق منك عادي. بس عملت كده عشان خاطر ايه؟ اريفير لل 15 دي كلمه ماكس سايز. ضربت ال 15 بعد واحد بس بقى هنا بس. دي الماكس سايز انا بريفير ليه على طول يعني. ودي السايز الاكشوال بقى اللي عندك. في الاول هيبقى عندك السايز بزيرو، ده الكونستراكتور. السايز في الاول بزيرو. خلاص؟ طيب في ثلاثه فانكشنز مهمين جدا انا محتاجهم دايما. فانكشن اسمها بيرنت، فانكشن اسمها البيرنت دي فيها اندكس، تديك الاندكس بتاع البيرنت. يعني لو انت مثلا عندك التلاته دي عاوز تعرف مين البيرنت بتاعها، تعمل ايه؟ التلاته دي الاندكس بتاعها اربعه، فاندكس البيرنت بتاعها تعمل ايه؟ تقول له اربعه ناقص واحد على اتنين. اربعه ناقص واحد دي تلاته على اتنين واحد، فده كده الاندكس بتاع البيرنت بتاع اي نوت تروح تجيبه من الحسبة دي. يعني ممكن لو انت جربت الموضوع ده على اللي فوق كده هتوصل للحسبة دي بسهولة. يعني الليفت تشايلد زي ما قلنا 2 باي زائد 1، والرايت تشايلد 2 باي. ماشي كده، دي 3 مين فانكشنز هنحتاجهم دايما. عاوز معايا نود، عاوز اجيب البيرنت بتاعها، او عاوز اجيب الليفت والرايت اندكس بتاع الشيلد المتوقع. طب نشوف سؤال سريع كده، يقول لك write down a C++ check whether a given array is equal. انت معاك array عاوز تعرف اذا كان هو equal ولا لا، تعمل كده ازاي كده؟ يقول لي نعمل ايه؟ طب هو بيحدد في السؤال maximum heap ولا minimum heap؟ هو مش قايل لك، فانت بترد اي واحده واشتغل عادي. هي ايه فرق بس ايه الايكواليتي يعني. خلينا ماكسيمم اشتغل ان هي ماكسيمم. يا عمر قول يا عمر. هو حضرتك الفانكشن اقول ان هي مثلا از هيب بوليان هترجع ترو او فولس. إيه هعمل فور لوب حوالين الاري كله، بعد ما اعمل فور لوب على الاري كله هتشيك بالنسبه للليفت سايد اللي هو عن طريق كونديشن اللي حضرتك قايله اللي هو 2 multiplied by i plus 1 ان هو اقل من الاري سايز عشان اوصل للاخر element تحت خالص اللي هو يبقى صغير.
بالنسبة لل وبعديها اتشيك برضو معاه ان طول ما الاليمنت الاندكس بتاعه اقل من ال 2 multiplied by i plus 1 اللي هو الاندكس بتاع الاري الاليمنت التاني. لو كده ارجع فولس اللي هو صغير اللي هو لسه ما وصلش اساسا لغاية الحتة دي. لو صح خلاص وهو وصل ان هو تحت عمل له هيبلايزيشن خلاص ارجع له ان هو ترو، ونفس الكونديشن ده اعمله الناحية التانية في الرايت سايد عشان ارجع الاكبر اليمنت. ماشي صح تمام، انا همشي من زيرو لحد اللي همشي على الاليمنتس كلها خلاص. بعدين اللي انا واقف عنده ده البيرنت اللي هو الهيب، واي ده البيرنت، اشوف الشمال بتاعه موجود واليمين بتاعه موجود ولا لا. لو الشمال بتاعه موجود يعني الاندكس بتاع الليفت تشايلد اصغر من الاندكس من اللينث، فاذا هو موجود اشوف يعني هجيبه كده. انا جبته يعني كده معايا الليفت تشايلد، لو هو اكبر من البيرنت رجع فولس، كده هو بوظ الماكسيمم هيب بروبرتي، لازم الليفت والرايت يبقوا اصغر من او يساوي البيرنت. كذلك الرايت هجيب الاندكس بتاعه اشوفه اذا كان موجود في الاري ولا لا، و هجيبه بقى ذات نفسه بقى الاليمنت كفاليو اللي هو عباره عن هيب اري اوف 2 في الاي بلس 2. لو هو اكبر من البيرنت يبقى كده فولس رجع فولس خلاص. لو خلصت بقى اللوب دي كلها من غير ما اخش في اي كونديشن من دول يعني خلصت للاخر والدنيا تمام، كل بيرنت اكبر من الشيلدرن بتوعه رجع في الاخر ترو. ده الحل يعني بتاع الدور ده. فعشان تشيك الهيب بروبرتي بتاع الاري محتاج بيج اوف ان طبعا عشان تمشي على كل واحد تشوف الشيلدرن بتوعه وهكذا لحد ما تخلص. سؤال مهم، سؤال مهم ده هنشوفه تاني قدام شويه. انا محتاج اشوف الاخر الاري ايه عنده اجابه، انا محتاج اكمل الاغاني لاخره. هو باشمهندس ممكن سؤال بس؟ هو احنا ليه مش بنتشك ان النود نفسها كل اللي تحتها يعني اصغر منها؟ ليه بنعمل الليفت والرايت بس؟ حلو، لان اللي جاي هو الموضوع ده. بص كده يعني ال 100 هنا هتشوف التشيلدرن بتوعها، فهي لقيت نفسها اكبر من 19 و36. ال 19 بقى هي المسؤول لا تشوف التشيلدرن بتوعها، فلو التشيلدرن بتوعها اصغر منها اذا التشيلدرن بتوعها اصغر من ال 100 برضه. لكن تمام. طب بس في التري العادي في الباينري سيرش تري بنتشيك كل اللي تحت صح؟ تمام، ان في واحده ممكن تكون جايه بوظت بقى اللي فوق. تمام ماشي شكرا. حد بقى عنده اجابه؟ يعني بصوا كده على الري ده قولوا لي بقى احنا محتاجين نتشيك للاخر ولا لا، هنقف فين؟ هو تقريبا هقف لما ال 2i بلس 2 يساوي اللينس بتاع الاري 2i بلس 1 بقى، يعني لان اول element عندي مش موجود بره الاري ده، عباره الاندكس بتاعه عباره عن ايه؟ عن السايز بتاع الاري، لان من الاري بتاعي ماشي من 0 لانه ماينس 1. فاول ما تجيب تشايلد الاندكس بتاعه ان اذا هو مش موجود. تمام بالظبط كده. يعني لو جبت تشايلد كان 2i بلس 1 ده اكبر من او يساوي ان، بس مش ده الاندكس بتاع الشايلد، لو كان كده فاذا هو مش موجود. اذا دي ليف نود، ليف نود قلت ان هي كده كده باي ديفولت دي بروبرتي على طول ان مفيش تشيلدرن تحتها، مش محتاج اشوفها يعني. فانا مش لازم يعني امشي للاخر الاري، بس الكود ده ستيل صح يعني. انت ممكن تقف لحد الاي ساعتها بقى تحل الايكويشن دي تشوف الاي هتطلع لك بكام. الاي من هنا هتطلع لك اكبر من او يساوي ان ماينس 1 اوفر 2. فلو عندك الاندكس اللي انت واقف عنده دلوقتي بتاع البيرنت الاندكس بتاعه اكبر من ان ماينس 1 اوفر 2 اذا دي كده ليف نود بتحقق البروبرتي على طول. ممكن تقف لحد 0 ان اوفر 2 اخر حاجه تشوفها ان اوفر 2، يعني ان لو الاندكس بتاعك ان اوفر 2 ساعتها الليفت هيبقى كام؟ 2 ان اوفر 2 بلس 1 ساعتها الاندكس يبقى ان بلس 1، ده بره الاري اصلا خلاص كده ايه مش مالوش وجود يعني. ماشي كده. باشمهندس عندي سؤال، عندي سؤال. هو
هو لازم المفروض تشيك على البالانس بروبرتي. البالانس لا هي متحققه اصلا، لانه انت بتملى الهيب بالطريقه دي، تملاها ليفل باي ليفل من الشمال لليمين، بتحتاج يعني بتحقق. تمام شكرا يا شمس. مين بقى برولوس؟ قول. حد رفع ايده وعاوز يسال حاجه؟ ايوه ممكن اسال سؤال بس في الامبلمنتيشن. ماشي ولا بتاع الهيب؟ بتاع الهيب هو الفانكشنز الاستاتيك، يعني احنا ليه عملنا استاتيك؟ انت مش مح يعني عملها استاتيك، ممكن تاكلها من غير هتعمل اوبجكت من الباينري هيب، يعني مش محتاج مثلا تعمل باينري هيب اسمها بي مثلا فتقول بي دوت بيرنت اي، فاهمني؟ مش محتاجها انت قوي يعني. ازاي؟ ما هو المفروض هو كل هيب، يعني مثلا انا لما اجي بعمل انيشاليز هيب هو بيبقى ليه يعني هو بيبقى ليه ليفت ورايت، يعني بيبقى ليه تشايلد مع كل هيب انا بعمله منه انستانس يعني. دلوقتي انت عملت بروجكت باينري هيب ده، فلو انا ما كنتش حاطط الاستاتيك عامة ملهاش أي لازمة خالص، يعني أنت ممكن تشيلها تماما ولا كأنك شايفها، عشان أقول لك وجهة نظري يعني. فلو كانش فيه static كنت عاوز تقول بي دوت بيرنت. ال function دي أصلا مش لازم تكون على binary heap معينة، أنت كده كده هي محتاجة index، فأنت هتديها دي كده وهي من نفسها هترجع لك ال index. خلي بالك بترجع الاندكس مش بترجع لك الشالدز نفسه او البيرنتس نفسه، هترجع لك الاندكس بتاع بين. ايوه تمام. مش لازم قوي، هي حاجه جينيريك يعني، هو بيفترض ان هو فيه هيب فعلا وده تشايلد. بالظبط، هو مفترض انك دايما كده هيرجع لك اندكس مش ذات نفسه، فعادي مش لازم تقولها على اوبجكت معين. طيب تمام شكرا. زي ما قلت لك يعني تقولك كأنك شايفها ممكن تشيلها أصلا مش لازم، وكده كده أصلا طبيعي يعني كمان تحط الفانكشنز دي طب رايت، أنت مش عاوز بقى اليوزر اللي هيستخدم هي بيشوف الكلام ده كله، اليوزر اللي هيستخدم هي عاوز يعمل insert، عاوز يعمل remove بس، مش عاوز يعمل حاجة غير كده، مش عاوز بقى هو insert بإيده، أنت اللي هتinsert بنفسك جوه الكود بتاع الانسيرت. فدول كمان كانوا تحطوا في البرايفت. تمام. طب نشوف بقية السؤال بيقول لك ايه بقى، يعني كمل بقية السؤال محدش يجري يعني. بيقول لك رايت الفانكشن دي، لسه السؤال ما خلصش، بيقول لك ديترماين ويذر ايتش اوف ذا فولوينج اريز هيب اور نوت، يعني بديك اري اي واري بي عاوز يقول لك ده هيب ولا لا. فتعالوا كده نرسمهم يعني لهم انا الاول وبعدين نشوف هي تريس اسمه هيب ولا لا. شرا باشمهندس لو حضرتك بترسم مفيش حاجة ظاهرة غير البي دي اف نفسه بس. طيب تعالوا بقى نحط دول في هيب، بيتحطوا ازاي بقى في هيب؟ ليفل باي ليفل من الشمال اليمين، العشرة الأول، بعدين الخمستاشر، بعدين الثمانية، ليفل خلص ده أخش على اللي بعده، عشرين، أربعتاشر، سبعتاشر، اتناشر، تسعة، تلاتاشر. طيب دي بقى هيب ولا مش هيب؟ لا مش هيب. ايه اللي بوظها؟ علشان عندنا 10 وتحتها في 8 وفي 15، فلو هي ماكسيمم هيب فاللي تحتها مش اصغر منها، ولو هي مينيمم هيب برضو فاللي تحتها مش اكبر منها، في حاجه مبوظه يعني. هي ولا بتحقق دي ولا بتحقق دي، يعني اللي يبص لها الاول يحس ان هي مينيمم هيب، لان ال 10 دي اصغر 16 بس هيلاقي 8 برضه، فهي ولا دي ولا دي، يبقى دي كده بايظه. خلاص هي اهي 65 8 40 12 13 7
تسعة وتلاتاشر. هي تحقق ماكس هيب ايه؟ ماكس هيب يعني تحقق البروبرتيز اللي احنا عايزينها هيب. لو بصيت على البيرنت ده هتلاقيه اكبر من الاثنين تشيلدرن. حلو، هنشوف بقى البيرنت ده اكبر من الاثنين تشيلدرن بتوعه. خش على بعد ده اكبر من ده ومن ده، اثنين ال 40 اكبر من ده ومن ده، خلاص اللي جاي لي نقطة ده ايه؟ كل ده بيحقق من غير ما اعمل له تشيك، فصح كده ماكس هيب. فده الحل بتاع ايه؟ تلاقي مثلا 10 15 مبوظين، وفي كام واحده كمان مبوظه يعني، طلع لك ماكسي. سؤال مهم برضه، given a heap write down two functions، عايزين نكتب two functions، واحده تقول لك الماكسيمم فاليو واحده تقول لك المينيمم فاليو. فلو احنا معانا ماكسيمم هيب، ماكسيمم فين والمينيمم فين؟ طب معانا ماكسيمم هيب هريتيرن الروت على طول لو هي الماكسيمم هيب، ولو مينيمم هيب هريتيرن اخر اليمنت حطيته خالص لو عايز المينيمم يعني. او هي انت لو انت عاوز المينيمم فاليو وهي معاك ماكسيمم هيب هي اخر اليمنت كلام بالظبط. ولو عايز الماكسيمم يبقى الروت. ماشي، حد عنده راي تاني؟ هو بيقول الماكسيمم والمينيمم اخر اليمنت خالص. ماشي، يقول يا احمد مجدي باين قول. هو في الماكس هيب تمام هيبقى الروت عادي، لان اول اليمنت كده كده لازم يكون اكبر من كله، بس في الـ في الـ في المينيمم مش شرط يكون اخر اليمنت، ولو على حسب كل سب تري بتبقى فين، فممكن نلوب عليهم كلهم ونستخدم زي مينيمم فانكشن كده ما بين كل اليمنت واللي قبلها ونقارن ما بينهم على حسب كل سب تري. يعني مثلا لو احنا كل تري مثلا، يعني لو عدنا نرسم مثلا تري مثلا، يعني مش لازم دايما كل مره اخر اليمنت خالص هو ده يكون اصغر واحد، ممكن يكون في حته تانية. بس كده تري دي اخر اليمنت بالظبط 13 مش اصغر واحد، اصغر واحد من الاثنين كان الاثنين بالظبط. يعني انا ضامن دايما 100% ان الماكسيمم هيب ماكسيمم هو الاي او سي اول اليمنت. ليه؟ انا ضامن ليه؟ ان ده بيقول ان هو اكبر من اللي تحتيه، اللي تحتيه اكبر من اللي تحتيه، فاذا هو اكبر منهم كلهم دايما. لكن المشكله بقى في المينيمم انت ما تعرفش فين، بس انت عندك تنسى كده هي ممكن تبقى فين. حد يقول لي متاكد ان المينيمم دي فين بالظبط او مش فين بالظبط؟ يعني متاكد ان هي تبقى ايه؟ لازم تبقى ليف. ايوه صح، هي لازم تبقى ليه. ليه؟ لان لو كانت نوت فيها في تشيلدرن كان التشايلد بتوعها اصغر منها، فاذا هي لو نوت وليها على الاقل 1 تشايلد فالتشايلد بتاعها ده اصغر، فهي لازم تبقى ليه، لان الليف ما فيش تشيلدرن ليه. فانا هبدا من الليفز بس دول محتاجه قارن. طبعا انت لو مسكت الاري كله الاول والاخر وقارنته هتجيب المينيمم، اوكي مفيش مشاكل، بس الاوبتيميزيشن انت تبدا من الليف بس. خلاص من دي اللي هي من اول 34 شوف اني واحده فيهم المهم لحد ما تخلص. ماشي، ومش لازم تبقى في اخر ليفل، يعني كويس ان السؤال مع السؤال اللي معانا ده هي مش في اخر ليفل، هي في الليفل قبل الاخير بس ليف نوت. طبعا نشوف الكود كده. طبعا بتاعت الماكسيمم سهل، ان ريتيرن الاري اوف سي على طول. مينيمم بقى هنا في شويه كلام بيقول لك ايه فيما معناه، يعني ان المينيمم دي هتبقى ليف نوت. خلاص، فالليف نوت دي زي ما قلت من اول ان اوفر 2 لحد الان تري ليفز، ما سيرش من بدايته يعني. ففي الاول هو في كونديشن كده ريدندنت محطوط يعني فور سيفتي مش اكتر، مش اصلا يعني بيتاكد ان النوت دي ليها تشايلد ولا لا. لو هي ليها تشايلد هيكونتينيو، خلاص مش هيعمل عليها تشيك اصلا. ما علينا يعني، هو محطوط بس فور سيف ان شاء الله. لو ما تحققش الكونديشن ده بقى هتشوف بقى هل هي اصغر من المينيمم ولا لا. المينيمم احنا في الاول حطيناه بالاري وزيرو اللي هو الماكسيمم عشان كل اللي جاي من اصغر منه، فعادي انت ممكن تحط في المينيمم ده اي حاجه وتقارن عادي.
احنا حطينا فيه بس الري اوف 0، واي ليف نود بقى شفنا لو هي اصغر من المينيمم حط المينيمم فيها تبقى هي المينيمم يعني، وهكذا لحد ما تخلص كده. طبعا الكومبلكس بتاع ده بيجو في ان عادي يعني، بس انت كده اختصرت نص المساحه بدل ما سيرش من 0 ل ان كده سيرش من ان اوفر 2 ل ان كده. هو معلش يا باشمهندس، ل ان اوفر 2 بص احنا كنا اتكلمنا فيها من 10 دقايق بالظبط. انت عندك نود ويز اندكس اي فيها ليفت 2i بلس 1 رايت 2i بلس 2، فالليف ليف نود الاندكس بتاع الليفت بتاعها اكبر من او يساوي ان. انت عندك الاندكسز ماشيه من 0 ان ماينس 1 خلاص، فهي اول ليف نود الاندكس بتاع الليفت بتاعها اكبر من او يساوي ان، ده كده الاندكس بتاع الليفت اكبر من او يساوي ان. فساعتها هتعمل ايه بقى في الحسابات؟ تودي دي كده الناحيه الثانيه، عندك الاندكس بتاع اول ليف نود يعني الاخر اكبر من ان اوفر 2، من اول ان اوفر 2 دي كده اول ليف نود عندك وللاخر. اه تمام، شكرا يا باشمهندس. ماشي كده. طب يا باشمهندس لو انا بدات من الروت ونزلت لغايه تحت تفرق كونديشن ايه؟ فرصه ولا حاجه ولا حاجه، لان كده كده المينيمم هيحقق. بص انا اقول لك حاجه كده، الكود بدات هنا من زيرو لحد ايه وشلت الكونديشن ده اصلا خالص، ماشي اشتغل عادي جدا هناك بتجيب منه. يعني يعني على الروت، يعني على الروت هبدا من اندكس اللي هو واحد او صفر على حسب الاندكس بتاع الروت هيبقى انه لغايه ان. تمام اه مش عارف معاك حاجه، بس انت كده مشيت ستيبس، انت متاكد ان هي مش المينيمم؟ هو الكود ده اللي اوبتيمال؟ نعم الكود ده الاوبتيمال اللي هو قدامك ده، ده الاوبتيمال. اه المينيمم ليف، فاحنا بادين تشيك ليفز بس. تمام، لكن لو انا مش متاكد اساسا ان هو ليف يبقى عادي الحل بتاع الروت اللي انا عامله ده. تمام اه، بس احنا متاكدين ان المينيمم ليف. تمام ماشي، تمام تمام انا اقصد يعني عشان اللي هي مش صورتي دي. تمام شكرا يا باشمهندس. ف هي الفكره برضه تبقى بيج اوبن، ما اختلفش الكومبليت بتاعتها، بس احنا قطعنا نص المسافه يعني، بدل ما نمشي في 100 element مشينا في 50. هي مش هتفرق زي ما حضرتك قلت يعني. تمام طيب كامل باشمهندس، انا ممكن اعملها لوج ان مثلا زي البي اس تي، اقعد انزل اشوف الفرع الاصغر واقعد انزل فيه لحد ما اوصل للاليمنت الصغير. بس خلينا نعمل شويه، قول لي بقى عاوز تعمل ايه. يعني ممكن مثلا ابدا من الروت عادي وبعدين اختار دايما الفرع الاصغر لحد ما اوصل للاليمنت الصغير. انت مثلا 100 فتشوف اني اصغر تشايلد فيبقى 8، تمشي ناحيه 8 تشوف اني اصغر تشايلد فتبقى 2. ايه شغال، انا مش لاقي فيها اي مشكله يعني، حتى انا ممكن اقول في الحل ايه اه كده تبقى لوك ان فعلا. حتى عنده مشكله في الحل اللي هو بيقوله، هو بيقول ان هو يمشي عند اصغر تشايلد ده، واصغر تشايلد ده هيوصله لاصغر ليف، لان اصغر تشايلد ده اكبر من ليف من ال التشيلدرن بتوعه، فاكيد التشيلدرن بتاعه اصغر من اصغر تشايلد، وهكذا لحد ما يوصل النود هي ليف. فدي كده المينيموم بتاعت الايه دي كده، شايف الحل ده صح او لوج ان؟ بس تقريبا يا باشمهندس مش هيشتغل دايما، يعني مثلا التمانية دي لو ما كانش تحتها، لما مثلا لو ما كانش تحتها الاثنين والاثنين مثلا دي كانت تحت ال 65 فساعتها ما كنتش هوصل لها. ايوه صح، او حد قال لك حلك مش هنا صح، دي كده مش بتبوظ البروبرتي بتاعت ايه بتاعت اللي هي، ما بوظتش البروبرتي بتاعت اللي، بوظت الحل بتاعك. هو مشي عند الثمانية خلاص، وهيطلع المينيموم من هنا 7 مع ان المينيموم 2 على ده غلط. تمام، يعني دي في البي اس تي بس صح؟ اه البي اس تي اللي هو البينيوم ليفت موست والماكسيموم رايت موست، دي احنا متاكدين منها بسبب البروبرتي دي، لكن البروبرتي دي مش بتقول لك مين يروح فين، او بتقول لك ان المهم الصغير يبقى تحت الكلمه فين بقى مش مهم. تمام خلاص، يبقى الحل ده الاوبتيمال سوليوشن زي ما احنا قلنا في السلايد، زين انت هتبدا في الليفز بس
خلاص يعني هتمشي نص الموضوع كامل. تعالوا نشوف جزئيه مهمه برضو في الهيب. واحنا عاوزين نكون ستاك في معاك ستريم اوف داتا عاوز تحطهم في الهيب، فايه اللي بيحصل في الفانكشن في الهيب من جوه؟ تعالوا نشوف ده على اكزامبل ولا ايه؟ نشرح المكتوب وبعدين نشوف الاكزامبل. يقول لك لو انت عاوز تحط element في الهيب حطه في اخر بوكس في اخر ليفل في المكان اللي المفروض يتحط فيه ماشي. وبعدين بيقول لك لو احنا نحط نود طبعا ممكن تبوظ البروبرتي بتاعت الهيب. يعني انا بقى ناخد اكزامبل ونشرح في النص. لو انت عاوز في الهيب بتاعتك جالك 100 المية هتحطها في الاول، بعدين جالك 20 تمام، بعدين جالك 120. الالجوريزم بيقول لك حطه مكان المفروض تتحط فيه، المفروض 120 تتحط في هنا في التشايلد اللي عليه الدور يتنين. لو انت بتنسرت خلي بالك ان هي ممكن تبوظ الهيب بروبرتي بتاع الفيرنت بتاعها. لو حصل كده اعمل اوبريشن اسمها سيت اب. يعني ايه سيت؟ يعني شوف الفيرنت بتاع النود دي لو اصغر منها بدلهم مع بعض. فساعتها لما تعمل سيت اب منظر هيبقى كده. كده انا ظبطتها تاني رجعت مظبوطه زي ما كانت. السؤال هنا انا محتاج اتشيك ال 120 مال 20. انا جبت النودات سبوته جديده لقيت البيرنت بتاعها يعني مبوظ الفروت فبدلتهم مع بعض. هل بقى انا محتاج لما بدل اشوف ال 120 مع ال 20؟ لا بالظبط، لان انا قبل ما انسرت كانت مظبوطه فكانت ال 100 دي اكبر من 20 فمتاكد ان البيرنت اكبر من التشايلد قبل ما احط حاجه. حطيت انا التشايلد اكبر من البيرنت فبدلت عادي، بس ستيل البيرنت هو اللي حجمه زاد فهو اكيد اكبر من الليفت ده اكيد اكيد يعني. خلاص يعني انا بس هبدله مع البيرنت وخلاص. المشكله بقى المنظر ده، تعال ارجع تاني. المشكله وانت بتنسرت بقى مش ده اللي هيحصل دايما. يعني انت لو عندك 120 30 مظبوط قوي، بعدين هنا جه واحد حلو، جه هنا بقى 110 انسيرت فتقول ان هو اكبر من البيرنت فتبدله مع البيرنت، فال 110 تيجي هنا وال 20 تيجي هنا، بس يا بوظ لك البيرنت برضو ده. فانت وانت بتسيفت اب سيفت اب لحد ما توصل لاول نود ما بوظتش البيرنت، او لما توصل للروت، لان انت وصلت للروت فانت تمام ما عندكش مشكله خالص. فساعتها بقى هتبدل دي كده مع دي، وصلت انت للروت فتمام خلاص. فالسيفت اب دي هتكمل لحد ما توصل لاول نود البيرنت بتاعها اكبر منها، او البيرنت يبقى الروت بقى نفسه انت مش محتاج بقى الروت، مش محتاج تاني خلاص. اهو فبيقول لك انت هتطلع فوق تمشي موفينج اون في التري دي لحد ما يحصل ايه؟ ليف نود الفاليوز بتاعتهم مش محتاج يبدلوا مع بعض او وصلت لروت. طيب نشوف الكود بتاع الكونستراكتنج الجديد ده او الانسرتنج في الجديد. فالمهم لو انت بتنسرت وليت السايز بتاعك اكبر من او يساوي الماكسيموم سايز الريت مالها خلاص قول له انت مش هتعرف تنسرت. طبعا لو كنا دايناميك اري كنت هتالوفيت اري بقى بدبل السايز وتنقل من هنا لهنا كمل بقى عادي، لكن احنا شغالين ستاتيك فايه الهيب مش مكفيه. لو الهيب مكفيه هتحطه في الاخر، تحط الهيب في سايز تحط فيه الداتا اللي انت في اخر اندكس يعني، وبعدين تزود السايز واحد ده لقيت بتاع الانسيرت. بعدين بقى تبتدي من اي بتساوي سايز ماينس 1 اللي هو الاندكس بتاع الداتا اللي انت لسه حاططها، وتشوف اللوب دي هتبريك لما الاي يساوي 0 او البيرنت اكبر من الشايلد اللي انت واقف عنده. خلاص فانت كده وصلت للحاجتين اللي احنا بنتكلم عنها، وصلت للروت مش محتاج تكمل، او وصلت لل ان الهيب البيرنت بتاعها اكبر منها فخلاص مظبوط. لو حصل العكس بقى ان الهيب اللي انت واقف عندها دي الشايلد اكبر من البيرنت بتاعه سواب الاثنين مع بعض،
والاي الجديده اللي هتبدا من عندها هي البيرنت عشان تطلع لفوق تاني. يعني في الاكزامبل اللي احنا كنا فيه ده ماشي كده كده اول ما حطينا ال110 دي قربنا مع البيرنت بتاعه فلقينا ان هو اكبر من البيرنت بتاعه مع السواب. الاي كانت واقفه هنا دلوقتي على اخر فاليو حطينا لما عملنا سواب 20 جت هنا وال110 جت هنا. يقول لك بقى لما تسواب حط الاي بقى عند البيرنت تك بقى ده خش جوه اللوب تاني شوف بقى الاي مع البيرنت بتاعه هتلاقوا هيطلعوا بوب اي دي بقى بدل ال110 هنا بدل 100 بحط الاي البيرنت بتاع النود اللي واقف عندك بقى الاي هتبقى هنا. لقيت ان الاي دي الروب فيها مشكله كده عمليه الانسرت. طيب لو مفيش مشكله بقى حد يقول لي التايم بتاعها كام بيج او نوتيشن ليه لوج ان كيف لوج ان في الكورس كيس اللي هي ايه اللي انا حطيت دوت اكبر من البيرنت بتاعها وهنفضل بقى نسيب اب بقى لحد كده لوج ان ماشي لما ماشي دايما شغال في نص البيست كيس طبعا ان انا احط دوت واصغر من البيرنت فبيجي اوبن بيحصل دايما فالورد لوج ان والبيست بيجي اوبن خلاص. بقى بتاع الشيت بيقول لك ايه integers دي او الداتا دي في array بيقول لك show the array after heaping heapifying it element by element. يعني كاننا نمسك الاري ده نحطه في الهيب بقى زي الهيب يعمل ازاي تعال نحل يعني بس الاري الاول بصوا كده هبتدي احط العشرة الاول هتتحط طبعا في المكان اللي هتتحط فيه الروت سيرت في الروت على طول 10 بعدين ال 15 اجي احط ال 15 دي في الهيب لان هي بوظت البيرنت البيرنت بتاعها اصغر من هبدل ال 15 تيجي فوق وال 10 تيجي تحت. وانت بتحل مساله زي دي فيها ستيبس اكتب كل ستيب لوحدها ما تقعدش تشخبط وتعمل خلاص. فدي كده الخطوه بتاعت انسيرت كده خطوه انسيرت ال 15 سيرت العشرة انت حطيت العشرة الوحيدة سيرت العشرة طبعا انسيرت التمانية اللي عليها طول ايه خطوة انسيرت تمانية انت كان عندك 15 10 8 فين مكانها الصح هنا خطوة انسيرت ايه المكان اللي عليه طول حال البروبرتي هي اصغر من البيرنت بتاعها فخلاص مش هخش جوه اللوب خش بقى انسيرت التمانية 20 خطوة انسيرت ال 20 ادي 15 10 8 ادي ال 20 ال 20 دي بوظت البيرنت اللي هو 10 فبدلهم مع بعض وكذلك بوظت البيرنت بتاع ده فاطلع كمان ابدل الاقي نفسي وصلت لجوت فمش محتاج ادور تاني تبقى 20 15 8 10 دي كده اخر خطوة في الانسيرت ال 20. طيب بعد ال 20 بقى كان في مين؟ كان في ال 14 ال 14 عمل لها انسيرت هنا شغال مفيهاش مشكلة. بعد ال 14 17 اجي احط ال 17 هنا هي بايظة مع ال 8 ببدل شوف هنا 8 شوف البيرنت هلاقيه مظبوط فخلاص. طيب بعدين عشان نحط هنا في مكانه هيطلع مظبوط في مكان مش متجابت حلو. بعدين التسعة كان هذا المفروض يتحط فيه مظبوط برضه مش هحرك فيه حاجة. وبعدين التلاتاشر اهي هلاقي المفروض التلاتاشر تتبدل مع العشرة وبس التلاتاشر أصغر من خمستاشر فخلاص وقف. أنا عنده مشكلة في الحل اللي عملته طبعا أنا في الآخر إيه يعني كلهم في واحدة بس أنت المفروض كل خطوة تعملها لوحدها يعني عشان لو غلطت في النص تاخد درجات لحد الحته انت غلطت فيها ما تكملش بقى على غلط.
زي ما احنا طلعنا. حلو، دي خطوه الانسيرت في الهيب. طبعا نشوف الخطوه بتاعت ان احنا الريموف من الهيب. طب انا في الهيب ابقى مهتم ان انا اعمل ريموف ليه؟ ابقى مهتم ان الريموف للماكس خلاص. فالريموف من الهيب انا برجع الماكسيمم اليمنت فاشيله من الهيب خالص. وبعدين مين بقى المفروض يتحط مكان الماكسيمم ده؟ يعني لو انا شلت الماكسيمم اللي هو 20 ده، شلت، مين المفروض يتحط مكان ال 20؟ اكبر واحد في تشيلدرن، صح؟ اكبر واحد من تشيلدرن لو حطيته هنا هشيله من هنا، مين المفروض يتحط في مكان ال 17؟ اكبر واحد في تشيلدرن. بس احنا مش هنعمل كده، هنعمل خطوه اذكى من كده شويه عشان ما نبهدلش الدنيا. وده الستاندرد اللي بيحصل فيه. ايه اللي بيحصل؟ يقول لك طالما انت شلت الماكسيمم ده، هات اخر ايلمنت خالص من تحت حطه فوق. لان اقول لك ليه، انت لو كملنا في السكه دي ان احنا نحط ال 17 هنا عشان ما حدش بس يكتب التفكير ده في الامتحان وهو بيحل، وبعدين يحط ال 12 هنا ويشيل ال 12 علشان تشيل درن تاني، فانت بوظت الهيب اصلا. لان المفروض الهيب ليفل باي ليفل من ليفت تو رايت كده، بوظتها. ما حدش يعمل الحل ده. تعالوا نشوف بقى الحل الصح. الحل الصح انت تجيب ال 10 دي تحطها فوق وتشيلها كده، انت شلت واحده ما بوظتلاش شكل الهيب، احنا كده حافظنا على شكل الهيب. بس البروبرتي بتاعت الهيب باظت، يعني ال 10 دي 100% اصغر من تحت. لازم الليف دي يعني مينيمم فاليوز اصغر من الترم بتاعه. فهنعمل عمليه بقى عكس السيفت اب، اسمها سيفت داون. سيفت داون ان احنا نعمل ايه؟ ننزل بال 10 دي لحد ما نحطها في مكانها الصح. فانا لما اجي ابدل ال 10 دي مع التشيلدرن بتوعها، ابدلها مع اكبر تشايلد لان ده اللي هيديني السيف موف. بس ساعتها ابدلها مع 15 ولا 17؟ مع 17. ال 17 تبقى تطلع فوق، هي الماكسيمم فعلا بتاع الاعلان مظبوط. وال 10 تنزل مكانه تحت هنا. بعدين لسه اكمل سيفت داون. السيفت داون ده لحد ما اوصل بال 10 مكانها الصح. ال 10 دي مكانها غلط بقى. 8 ولا 12؟ ال 12 هي اللي تبقى مكان ال 10، فبدلهم مع بعض. بعدين وصلت بال 10 دي للليف نوت، فخلاص كده ال 10 انسيرت في المكان الصح. والبروبرت بتاع الليف اتظبطت بشكل ليف مظبوط خلاص كده. احنا هنعمل عمليه سيفت داون. اول حاجه هنشيل الروت، نجيب الرايت موست نود اللي هي اخر نود خالص، نحطها في الروت، نعملها سيفت داون. الروت بس رايت موست تشايلد، اخر تشايلد خالص. وبعدين دلوقتي ان هي ليفت جاستيفايد وبالانس برضه، بس نشيل دي بروبرتي بوزيتيف. نعمل ايه؟ نعمل بقى عمليه السيفت داون. هنمسك الروت بقى ننزله تحت لحد ما نحط في مكانه الصح. هنبدله مع الماكسيموم فيكس تشين. الحل اهو الفانكشن اسمها ريموف، بيسموها ساعات اكستراكت ماكس. انت كده بتشيل الماكسيموم. فبتعمل ايه؟ بتحط الماكسيموم ايتم ده، بتاخد الهيلو بزيرو اللي هو الماكسيموم اليمنت، وبعدين هتريترنه في الاخر ماشي. بس في النص هيحصل ايه بقى اللي احنا بنقول عليه؟ الهيبو في زيرو ده هيساوي الهيبو في سايز ماينس 1 اللي هو اخر اليمنت خالص. السايز هيقل خلاص، الاكشوال سايز بتاعها هيقل. وبعدين بقى نكتب فانكشن بقى بتعمل سيفت داون، او اسمها ماكس هيبي فور، اللي هي بتريستور الماكس هيب بروبرتي بتاعت الهيب دي. اديتها اندكس 0 دي اللي هتبدا من عنده ده البايز. دي بتعمل ايه بقى؟ بتشوف الليفت والرايت تشايلد، تجيب الاندكس بتاعه الفانكشنز اللي احنا عاملينها. بعدين بتقارن البيرنت اللي اتحط ده بالليفت والرايت. لو لقيت الليفت موجود، الجزء ده الليفت اصغر من او يساوي السايز، معناه ان هو موجود خلاص. و اكبر من البيرنت او اللارجست ده فيه الاندكس بتاع البيرنت. تنقل دلوقتي فيه الاول، لو طلع الليفت ده اكبر حط اللارجست بيساوي الليفت. طيب امسك بقى الرايت، لو الرايت موجود دي معناها ان الرايت موجود. هل الهيب اوف رايت ده اكبر من اللارجست؟ لو اكبر حط اللارجست فيها الرايت. فانا بعد ما اخلص التو كونديشنز دول كده اللارجست فيه اكبر اندكس بتاع اكبر تشايلد. هسأل نفسي بعد كده سؤال مهم، هل اللارجست ما بقاش البيرنت؟ في اول واحده اه اللارجست مش هيبقى البيرنت. طب اعمل ايه؟ ابدله دي سواب، سواب اللارجست مع الاوت، وهنده ماكس جي بي فاي تاني على اللارجست ده سواء شمال او يمين بقى عشان يكرر عمليه السيفت داون دي تاني.
ده اللي احنا عملناه من شويه هنا بالظبط. ففي الاول هنده الماكس هي بي فاي على الروت دي على الروت، وبعدين اشوف هو اتبدل مع مين. في حالتنا كان اتبدل مع ده، فهنده ماكس هي بي فاي تاني على النود عشان اشوف هي والتشيلدرن بتوعه، اعمل نفس اللي انا عملته فوق تحت، وبعدين هنده ماكس هي بي فاي على دي. ساعتها بقى مش هيبقى لي ولا ليه شمال ولا يمين، فساعتها اللارجست هيفضل هو هو الاندكس بتاع ال10، فساعتها البوزيشن هيخرج منه. هو بيقف يبطل ريكيرز كولز لما اللارجست بيساوي الاي، لما البيرنت اللي انت قلت عنده ده هو هو اكبر من الاثنين شيلدرن بتوعه، ساعتها مش هيقول اي حاجه ويريتيرن على خلاص. كده واضح الكود بتاع الريموف. طيب تعالوا نحل بقى. يقول لك ايه دي هيب، يقول لك شو ذا هيب افتر ريموفينج فيرست 5 اليمنتس فروم ذا فولوينج اري. طبعا بيقول لك لما بتشيل بتعمل عمليه الهيب فاينج عشان كده هبوظها يعني. انقل بس الاري ونحل المساله. هي 65 48 34 27 9 13 عايزين نشيل اول خمسه. فتعالوا نرسم الهيب كريبريزنتيشن مش اكتر. هي طبعا هي ماكس هيب كل بيرنت او كل تشيلد بتوعه 9 13. اول عمليه ريموف بشيل الميل. بشيل الميل دي شيل الميه دي، وبعدين زي ما قلت لك هجيب اخر واحد ده اخر شايب خالص اخر النود قصدي احطها مكان الميه، ف 13 تطلع فوق. بعدين اعمل لها سيفت داون على 13 دي في تشايلد اكبر منها ده اكبر منها، نبدلها مع اكبر تشايلد 13 دي 65 تطلع فوق 13 تنزل مكانها تحت. سيفت داون تاني من عند 13، هل دول كده اكبر منهم؟ هما الاثنين اكبر بس مين الكبير اللي جاي؟ فالطبيعي ان انا احط الكبير هو اللي فوق، احط ال 13 هنا 40 بعدين 13 فعلا كده بحققت الريكورد بتاعي خلاص. البنسش دي اتمسحت اصلا كده الهيب السايز بتاعها اقل واحد وستيل هيب ومحقق الماكس هيب بروك. فده المنظر بعد ما شلت الميه، هي طلعت بره كده خلاص طلع ريموف، وعندك 65 فوق 40 8 13 14 7 اندس. ده كده منظر اول ريموف. ماشي طيب تعالوا بقى نشوف ثاني ريموفال ده. هنشيل ال 65 هنعمل ثاني ريموفال ده كده هنعمل بره. ال 65 دي هتطلع بره خالص وهيتحط مكانها التسعة. التسعة تيجي فوق شال من تحت ما بقاش في تسعة، وبعدين هعمل انا مثلا عملية السيفت داون 9 40 اكبر من 40 دلوقتي بقت ال 40، فهبدلها مع ال 40، ال 40 تيجي فوق 9 تحت، وبعدين سيفت داون عند التسعة عند ال 13 و34، فال 34 اكبر واحده فالتسعة تيجي تحت وال 34 تيجي فوق سوايب بيها، وبعدين خلصت التسعة دي وصلت في ليك نوت خلاص مش محتاجه اكمل. المنظر بقى كده 40 34 8 13 9 7 تالت ريموف هشيل ال 40. في مين بقى اللي عليه الدور يتحط فوق ده؟ ده الرايت موست تشايلد اخر ليه اخر نود يعني. الاثنين تطلع فوق خلاص النود اتشالت، وبعدين اقارنها بقى باللي تحتها. معلش بس المنظر باظ، قلت لك كل واحده بتعملها في حته لوحدها مش الدنيا كده. الاثنين دلوقتي مع ال 34 وال 8 تتبدل مع ال 34، 34 تيجي فوق الاثنين هنا، بعدين الاثنين مع 13 وال 9 تتبدل مع 13 دي فوق من تحت بس خلاص. رابع ريموف بقى شيل ال 34 اللي يجي مكانه السبعه. السبعه هي الروت اهي، السبعه دي الروت الجديده واتشالت من هنا. هنكمل بقى السبعه 13 ولا 8؟ 18 السبعه تتشالت 13 الروت دلوقتي 8 يجي فوق سوري 7
بعدين السبعة ولا اتنين ولا التسعة؟ تسعة. تسعة بتيجي من بين السبعة، السبعة تيجي تحت. باشمهندس هو احنا ليه خدنا السبعة؟ مش كان المفروض ناخد الاتنين عشان الاتنين أصغر من السبعة؟ ناخد الأكبر. نعم؟ ناخد الأكبر. بص كده، كان عندي المنظر كده، كان عندي سبعة واتنين وتسعة، مين أكبر تشايلد فيهم؟ تسعة هي الأكبر، هي اللي بتتقدم. طبعا تيجي تحت التسعة. لا لا، انا كان قصدي في الاول خالص، مش احنا بننقي اصغر element ونطلعه فوق خالص مكان البيرنت اللي فوق خالص، أصغر element، آخر element. مش اصغر element. تمام آخر element. تمام لأن آخر element ده لو اتشال مش هيبوظ شكل الهيب، لكن لو ما ينفعش تشيل نود بالنص ما ينفعش، هتبوظ الهيب كده. ايوه صح، تمام خلاص. ده كده ربع رموز، شلت ال 34 وهكذا آخر element. بس نلاحظ حاجة مهمة، حد شايف واخد باله من حاجة؟ الليمتس اللي بتطلع دي احنا تقريبا عمالين نطلع في ماكسيموم ورا ماكسيموم، فمش عارف احنا بنطلعهم سورت سورت ستاندنج. مره واحده بتطلع 100، بعدين 65، بعدين 40، بعدين 40. فانت عشان تتاكد حالك صح في المساله دي، يعني كل مره تاخد الماكسيموم فعلا من اللي موجود، هو اللي بيطلع لك فوق خالص، وانت اللي بتعمل له ريموف في الاخر. ماشي، لو تكملها هتطلع كده يعني، لكن فاضل لنا ستيب واحدة وتطلع كده. طيب نوصل بقى، يعني كده خلصنا التو اوبريشنز المهمين في الهيب. الهيب دي اللي يعرف السي بلس بلس حاجة اسمها بريوريتي كيو. بريوريتي كيو شيء، فالبريوريتي كيو بيفتح لك ان انت تنسرت فيه، لما تيجي تعمل ريموف او بوب يطلع لك اكبر اليمنت انت حطيته. خلاص، فالهيب دي is used while implementing a priority queue. هنستخدمها قدام في الجرافس لما ناخد الديجستر، تلاقي نفسك ايه في خطوه في النص كده بيقول لك هتحطه في وتطلع الماكس، فدي دي هيب. ماشي، هنستخدمها في الديجستر. واهم حاجه بقى الهيب سورت اللي احنا عملناه من شويه، ده كان مقدمه للهيب سورت بقى. يعني السؤال ده بعد كده كان يؤهلك ان انت تلاقي نفسك بتستخدم الهيب عشان تعمل هيب سورت. هيب سورت ايه هو؟ خطوه ايه؟ تحط الاليمنت في الاري اللي الناس كلها بتحط في هيب اصلا، في الاري تحطه في هيب، بعدين تاخد الماكسيمم ترزعه في اخر الاري، بعدين تري هيب تاني تعمل ستيبت داون اللي احنا كنا بنعمله ده. خلاص، ف ايه اللي بيحصل بقى في المنظر ده كده؟ ان انت بعد ما جبت الماكسيمم احنا قلنا بنعمل له سواب مع اخر اليمنت، صح؟ ناخد واحده بسيطه كده نعمل هيب كده فيها خمسه اليمنتس صغيرين عشان تشوف الصور. انت عندك بعد ما عملت هيب فاي طلعت المنظر ده كده. فبعد كده عايزين نعمل هيب سورت، بيقول لك الهيب سورت، الهيب سورت انت عندك الاليمنتس دي اصلا في اري، صح؟ خلي بالك انك مفيش تري خالص، دي جاست ريبريزنتيشن. حلو كده، عشان تعمل هيب سورت او عشان تعمل ستيبس هيب سورت بيقول لك طلع اخر اليمنت ده حطه في الاخر، هو ده الماكسيمم فورم كده من هنا، هنحط ال 100 هنا، وال 12 اصلا كده كده احنا بنحطها مكان ال 100، والهيب بتاعتك تبقى دي بس. طيب بتاع الهيب قد دي بس، وال 12 بقى دي هتطلع فوق تمسح من هنا، بعدين اعمل سيفت داون او ري هيب من اول الروت. ال 12 دي ممكن تتحط مكان ال 23 عشان هنا 23. لو في الاري حصل ايه؟ ال 12 دي اتبدلت مع 23، الاري بقى عندك كده. بعدين جيت الماكسيمم تاني 23، حطه في الاخر، بديهم على الخمسة، خلاص 23 تيجي هنا في الاخر، خمسة تيجي هنا في الاول. ده اللي بيحصل في الريبريزنتيشن اللي كنا بنعمله، خمسة تيجي فوق، يبقى الهيب بتاعتك صفر، بقت دي بس كده. هي الحتة اللي بالاحمر فيها 25 و 12، 25 و 12، وبعدين ريهيب، يعني اول ما تسيب الدوري بعد 20 فوق، خمسة تنزل تحت، بيحصل كده. خمسة هنا ولا 20 هنا، بعدين جيت الماكس هتحط تبدل ال 12 اخر اليمنت ده مع ال 20، كان في الريبريزنتيشن بتاع التري برضه بيحصل كده، مش هتطلع فوق، الهيب بتاعتك تبقى فيها ال 5 وال 12 بس اخر تو اليمنت. تلاقي نفسك تعمل ري هيب مظبوطه، مش حاجه، ال 12 اكبر من 5 عادي،
تعمل ايه؟ تحط ال 12 في الاخر تبدله في الاخر الري 5 تيجي في الاول خلاص كده الماكسيمم 5 المره دي 5 12 مش 23 بالظبط فالهيب سورت صار شيء كده الماكسيمم تحطه في اخر الاري وتعمل ريهيب تاني من الاول 3 ستيبس ماشي كده. طيب التايم كومبلكسيتي بتاعته والسبيس بقى كام؟ التايم انه الان التايم انه جيم فعلا انت بتعمل عمليه الهيب دي اند مار ريهيب بس عملية الريهيب دي لوج ان كل مره بتمشي على نص بالنص الاري اللي انت كنت واقف عنه فهي لوج ان ان مره فتبقى ان لوج ان السبيس بقى تالي ما استخدمتش اري زياده بالظبط الاري اللي معانا هي بيج او اوف ان يعني بيج او اوف ان او انا ما استخدمش اوكسيلري سبيس فهي بتحصل ان بليس يعني قال كده ان هي بتحصل ان بليس بستخدم سبيس زياده. سؤال مهم بقى عاوزكم تفكروا فيه شويه هل هي ستيبل ولا لا؟ يرد يقول لي ليه يعني اللي احنا عملناه ده ستيبل ولا لا؟ تقريبا لا عشان انا مثلا لو جالي element هحطه في اخر الاراي فهحط اللي بعديه برضه لو هو نفس element في اخر الاراي فانا عكست ترتيبهم تقريبا. هي مش ستيبل. مش ستيبل عشان انت مش ضامن ترتيب الانسيرت بتاعك هيخرج ماكسيمم ولا لا يعني انت لو جات لك واحد بعدين خمسه جات لك الخمسه جات لك في الاول فقعدت عليها دي مش ماشي يعني انا عندي اللي جات في الاول بعدين خمسه جات لك تاني خمسه دبل داش سوري انا جات لك الخمسه بعدين خمسه تاني حلو كده هتعمل سورت بقى فايه اللي هيحصل حط الثمانيه دي في الاخر هتحط اخر اليمنت فوق الخمسه دبل داش دي هتيجي تقارن الخمسه بالخمسه هتلاقيهم هما الاثنين متساويين فمش هتعمل سواب لان الهيب مظبوطه جبت الماكسيمم بعد كده هيطلع لك الخمسه دبل داش دي خلاص هيطلع لك اول يعني السورت بتاعك فوز الخمسه اللي جات لك الثانيه هيطلع لك ثلاثه هو مش بيبريزرف الموضوع ده ولو هم ثلاثه وهم كذا مره الخمسه اللي متكرره كذا مره اللي هيطلعوا لك بقى ترتيب كويس خالص الخمسه الرابعه دي تطلع لك قبل الخمسه الثانيه او قبل الخمسه الثانيه جربوها كده على كذا كيس يعني فهي مش ستيب وعشان كده مش بيستخدم وايد يعني بيستخدم دايما في التيبيكال امبلمنتيشن في السورت هتلاقي الكويك سورت مش دايما الهيب سورت بتستخدم الا بقى لو انت مش فارق معاك موضوع الاستابيليتي يعني حاجه فيها ارقام مش فارق معاك تستخدم هيب سورت لكن حاجه فارق معاك موضوع اللي جه الاول هو اللي ترتب الاول استخدم استخدم اي حاجه ستيبل بقى حلو الكلام ده معلش يا باشمهندس انا ناسي يعني ايه ستيبل اور نوت يعني قولها بسرعه كده الستيبل ان الالمس اللي انت حطيتها طلعت بنفس اترتبت بنفس الترتيب يعني لو انت معاك الاري ده 10 12 15 13 12 تيجي تعمل له صور لازم ال 12 دي تيجي قبل ال 12 تقول لي الارقام مش هتفرق تقول لك اوكي فلما تقول لي بترتب يبقى 10 12 دي اللي هي دي 12 دي اللي هي دي بعدين 13 ده معناه ان هو ستيب اللي جت الاول هو اللي اتحط تقول لي الارقام مش فارق قوي دي في اوكي بس لو انت بتسورت حاجه ليها لازمه موضوع الترتيب ده هتفرق معاك لو انت بتسورت اوبجكت اسمه ستودنت ماشي بتسورت فيه على حسب مثلا الدرجه بتاعته قلت لكم الاكزامبل ده قبل كده بس عاوز الستودنت اللي سلم الورقه الاول في الامتحان يبقى هو اللي اتحط في الترتيب الاول رغم ان زميله جايب نفس درجته لا بس هو ليه ادفانتج احسن مني هو سلم قبله بوقت فده ساعتها السورتنج الاستيبل هيك وهكذا قيس حاجات كتير قوي فموضوع الاستابيليتي ده مهم طبعا اكزامبل فيه ارقام مش مهمه قوي بس لو الارقام دي بتريبريزنت حاجه مهمه او انت بتسورت اوبجكتس مهم فيها موضوع اللي جه الاول يترتب الاول فالاستابيليتي هتفرق معاك يعني ده ماشي تمام يا باشمهندس شكرا خلاص شفت السكشن خلاص بسرعه ازاي ده كل الهيب يعني وده الشيت بتاع الهيب ماشي في مسائل انا اتمنى انتوا تبصوا عليها مسائل مهمه جدا في افكار هتلاقيك ان بتفتح لك حاجات مساله هيب دي السورت انا ري باستخدام الهيب سورت تكتب فيها الكود وتجرب انت الهيب سورت بتاعك تمام ولا مش تمام المساله دي عاوز حد يحلها كده يجرب ونتناقش فيها السكشن الجاي فايند مينيمم ماشي انا اشوف اللاست ستون ويت في فرصة ان احنا نبص على حاجة فتعالى نبص عليها يقول لك ايه بقى عشان الحل بتاعي بس
again given an array of integers اسمه stones where the stone of i بتقول لك الويت بتاع الستون. يعني من الاخر الرقم المكتوب ده هو الويت بتاع الستون. ماشي. فانت بتلعب لعبه كده بالستون. كل دور في اللعبه بقى بتعمل ايه؟ بتختار اتقل اثنين. اتقل اثنين تعملهم ايه؟ تضربهم في بعض تعملهم سماش. هما زي بعض في الوزن هيلاشوا بعض. ده شروط اللعبه. طب لو مش قد بعض في الوزن هيتولد لك ستون جديده عباره عن الفرق ما بينهم. الستون اللي حطيت لك هتبقى معاك في اللعبه. لو هما اكبر اثنين دول قد بعض ستونز هيتلاشوا. لو في واحده اصغر من الثانيه هيتولد لك ستون كده الفرق ما بين ده وبين ده. فانت هتفضل تلعب اللعبه دي في الاخر لحد ما يتبقى لك ستون واحد. هو بيقول لك بقى بيقول لي هو عاوزك ايه ترجع له الويت بتاع الستون اللي هتتبقى في الاخر. ولو حصل انت وصلت لاخر ستيج تو ستونز اللي معاك نفس الويت ترجع زيرو. يعني ساعتها لما تعملهم سماش مع بعض هيبقوا نفس الويت فيرجع زيرو. فبيقول لك يا اما يتبقى لك واحده يا اما يتبقى لكش حاجه. فعاوزين نكتب حاجه زي كده. فكر فيها ازاي بقى. ممكن اديليت اول اتنين في الهيب. يعني بعد ما اعمل هيبيفاي يعني اديليت اول اتنين وبعدين اماينسهم من بعض وبعدين اعمل لهم انسرشن تقريبا. يعني طب ده الحل. طب هنشوف انا كنت كاتبه انا مسحته. ده دايما استخدم هيب. يعني هو مديك الستونز دي فيكتور اسمه ستون. ماشي. ف هنعمل هيب اللي اسمها بريوريتي كيو اوف انتجرز اسمها كيو. هانسرت فيها كل الستونز دي. اللوب دي معناها ايه؟ عشان بس اللي بيتلخبط انت ممكن تروح عارف عادي اي ايكوال 0 اي اصغر من الستونز سايز اي بلس بلس. ده نفس اللي بيتعمل هنا. كل لوب دي كل مره في اللوب دي بتحط ستون اللي عليها ضوء بايه؟ فاريبل اللي اسمه ستون. ماشي؟ عادي عادي. هتحطهم كلهم في البريوريتي. فانا كده عاوز دلوقتي ابتدي العب. كده حطيتهم في الـ في الايه؟ عاوز ابتدي العب اللعبه. فانا متاكد ان اكبر واحده فوق خلاص دي ماكسيمم هيب. ماشي الهيب دي كده ماكسيمم هيب. لو عاوزين تعمل مينيمم هيب فاوريكوا يعني شكل الانشلايزيشن بتاع البريوريتي كيو هيختلف شويه. مش هتضطر تحط له حاجات ثانيه كده عشان تقول له اعمل مينيمم هيب ما تعملش ماكسيمم. بس دي كده ماكسيمم. فانت توايل لوب طول ما السايز بتاع الهيب ده اكبر من واحد. يعني طول ما في تو ستونز او اكتر يعني كل ما هي مش فاضيه طبعا اكيد. يعني اكيد ان هي السايز بتاعها اكبر واحد اللي مش فاضيه تمام. مش بارد ده شيء. هات التوب هو الماكسيمم الاكس بعدين اعمله بوب بقى. يعني جيت توب دي تجيب لك التوب بس اعمله بوب عشان يشيله ويعمل ريموف ويعمل سيفت داون تاني اللي احنا كنا عاملينه. فبعد كده يبقى عندك ايه اللي فوق ده هو الماكسيمم. هاته بوب تاني اكبر واحد. فانت كده عندك اتقل توست في الاكس وفي الواي. لو مش بيساووا بعض هتضطر تبوش الفرق ما بينهم. طب لو بيساووا بعض ما تعملش حاجه خلاص عملوا سماش لبعض فايه لاشوا بعض. هتفضل تلعب اللعبه دي لحد ما السايز بس يبقى اصغر من او يساوي واحد وساعتها تعمل ريتيرن بقى. شوف السايز اللي اتبقى ده هل هو اكبر. يعني السايز ده تروسي فاليو امتى؟ لما يبقى اكبر من الزيرو. لو اكبر من الزيرو رجع الكيو دوت توب اللي متبقي لك اللي على التوب. لو لا رجع زيد معناها ان هي فضيت خلاص. واضح كده الحل. طبعا ده الحل عامل ازاي. الحل ده كده الخطوة الانسيرشن دي ان لوج ان. ماشي انت عملت انسيرت ان مره كل مره بتاخد لوج ان وبعدين تعمل ايه هنا. هنا انت بتاخد التوب بس وهي بتري هيبيفاي فهي ان لوج ان برضه. ماشي فاير كومبلكس بتاع الحل ده ان لوج ان وفي سبيس انا مستخدمها طبعا زياده الاي بي انا مستخدمها من عندي. فسبيس بتاعها بيج اوف ان طبعا حاطط فيه كل الاليمنتس. فكده كسبيس بيج اوف ان وكتايم ان لوج ان. بس ده حل سريع جدا وسهل كتابه الكود يعني. فتمام حد مش فاهمه. باشمهندس هو جوه الوايل اول حاجه دي مالها اول كونديشن مالوش لازمه ممكن يتشال.
فعلا تمام. بس انت لو فكرت تعملها في داتا ستراكشر تانية هتبوظ منك، مش هتعرف تظبطها خالص. هتضطر بقى تعمل كل مره لوب ان انت تجيب الماكسيم، ولما تطلعه تعمل له ريموف يعني تجيب الماكسيم الثاني وتقارنه ببعض وتعمل انسيرت تاني. فعمليه الانسيرت ساعتها هتبقى بيج او اوف ان، لو انت مستخدم اري بس واحد وانت جبت الماكسيمم دي بيج او اوف ان، فهتبقى بيج. دي كويسه، فكره حلوه جدا. ودي نتناقش المره الجايه او لو في وقت يعني نتكلم فيه. طب ممكن يا باشمهندس ترفع السلايدز ولا رفعتها؟ ارفعها بقى. حد عنده مشاكل؟ مش هنسمع ليش في اخر سؤال بس. اوكي اخر سؤال في الشيت اوت لسه حلينه على ليت كود. هو انا مش فاهم ازاي كده انا عملت ماكسيمم هيب يعني. ما هي بص الماكسيمم هيب قلت لك في الاس تي ال اسمها بريوريتي كيو. تمام. فانت بتنسيرت هو بيظبط لك بقى من جوه الانسيرشن ده، يعني هو اللي بيعمل السيفت داون والسيفت اب مع نفسه. تمام. يعني هو انت لما تعمل فيها انسيرت كده بعد ما تخلص خالص التوب بتاعها هو الماكسيمم اليمنت، ولما تعمله بوب كانك عملت عمليه الريموف اللي احنا خدناها. فبيشيل لك اول واحد بعد كده سيبت الداون سيبت اب. حد عنده مشكله تانية؟ طيب نشوف بقى اسئله البروجكت. حد عنده سؤال في البروجكت الفايل كده؟ باشمهندس حضرتك سامعني؟ اه. طب في الكوركشن يا باشمهندس هو مش مدي سبيشال كيسز خالص، لان الكوركشن كابستراكت المفروض صعب جدا يعني. لو في اوبننج تاج وكلوزنج تاج ميس ماتش معاها، طب انا المفروض ككوركشن احط انهي مثلا؟ ماشي، انا قلت لك ممكن تعملها اي حل ترام فاليد اكس ام ال طلع وبوظ الداتا، او تكونسيدر السيستم اللي معانا ده فستيل حل فاليد. يعني تعرف السيستم اللي معانا ان دي ده تيرمينال نوت، ولو هو مديهولك مش قافله فانت قافله النيم ده ترمينال نوت مش قافله وهكذا العكس. يعني انت قصدي انا مش فاهم حضرتك قوي معلش. بص احنا الكيس بتاعتنا عندنا يوزرز. تمام. هو يوزر اوبجكت، اليوزر اوبجكت ده في نيم ترمينال نوت، فهو مثلا لو مش قافل النيم ده وانت من دراسه السيستم عارف ان النيم ده لازم يتقفل على طول، يعني مش كومبلكس نوت، مش هي ترمينال نوت، فلو هو مش قافله اقفله له في نفس السطر. طب بالمنظر ده يعني اللي هيبقى الكوركشن جاي على الليف نودز بس، او انت عارف مثلا ان قفله اليوزر المفروض تبقى فين، ولا افترض مثلا انا كده لازم احفظ السيستم كله ان يوزر اليوزرز مثلا بعدها يوزر ويوزر بعدها نيم ونيم بعدها اي دي. يعني مثلا انت عارف ان اليوزر كده هو اي دي في كلام هنا، طبعا مفيش اتريبيوتس مش حد بس يجيز الاتريبيوتس في نفسه، في بوستس مش عارف ايه، المفروض بعد ما تخلص خالص تقفل اليوزر ده. جميل. انت ايه مشكلتك بقى؟ كليف نود زي مثلا اي دي ونيم ماشي سهله انها لو ملهاش كلوزنج نود اعرف اقفلها عادي ماشي، لكن انا بتكلم يوزنج الستاك المفروض على ما اكتشف اصلا ان اليوزر دي ما اتقفلتش فهو بيبقى بعدها بحبه اصلا، فاهمني؟ اه. فانت المفروض كل انت الستاك بتاعتك دلوقتي كده خلصت في الليف نود بسيطه، الليف نود ككوركشن بسيطه، الاي دي بعرف اقفلها باي دي لو الكلوزنج تاج بتاعتها مش موجوده، وكذلك النيم. انا بتكلم على اي بيرنت نود عشان اكتشف اصلا انها مش الكلوزنج تاج بتاعتها مش موجوده، بكون عديت الاندكس بتاعها بمراحل يعني. طيب انت في الحاله دي هتيجي تبوش بقى اليوزر جوه الستاك هتكتشف ان في يوزر موجود اصلا. جميل كده، في مشكله. انا كديتكشن الموضوع بسيط، انا بتكلم على الاوتوماتيك كوركشن. بس انت بقى تشيك لو التوب بتاع الستاك ده المفروض كان يتقفل وما اتقفلش، ما هو المفروض هنا كان يتقفل، عرفت منين في يوزر جديد اتفتح وفي يوزر قديم ما اتقفلش؟ لازم ده يتقفل قبل ما ده يتقفل. تمام يا باشمهندس. طيب انا قلت لك حاجه، قلت لك يا اما تعملها على سبيشال كيس على السيستم بتاعنا ده،
او تعمله جنرال كيس فساعتها الكوريكشن اي كوريكشن شغال. طب انا ممكن اعمل سبيشال كيسز واشرحها انا يعني اشرح في الريبورت او الفايل اللي انا هعمله السيستم بتاعنا ان الاكس ام ال اللي يكون داخل مثلا ان هو مش هيهندل مثلا غير ليف نودز لو الايرور جاي من ليف نودز وايه الايرورز ما لا اعرفش انا لك حاجه بقيت الايرور هو عامل لك مشكله ممكن تكوركته بس يطلع فاليد يعني تقفل اليوزر في حته طالما فاليد طالما ايه طالما فاليد ما وصلتوش يعني. فساعتها تقول في الريبورت اللي انت عامله جنرال كيس او بقى اللي عامله زي ما انا قلت كده ان هو عارف مكان كل حاجه فين. طب انا ممكن ككومبايل اقول له مثلا لازم كلوزنج تاج تتحط اليوزر في سطر كذا مثلا ممكن بدل ما اعمل انا اوتو كوركشن يعني يتحط في سطر كذا زي كومبايل بتاع اي اي دي اي مثلا لو واحد نسي مثلا سيمي كولوم في اخر السطر بيقول له سطر كذا في اي دي في سيمي كولوم ناقصه في الاخر اقول ان السطر كذا مثلا يوزر اتفتحت وما اتقفلتش ما ده ديتكشن للايرور فانت لازم طبعا تطلع الايرور كام يعني لازم تقول لي في ايرور واحد وكام بعد كده بقى الكوركشن بقى الكوركشن قلت لك حاجتين اما تعمل سبيشال سيستم ده على حسب دراستك للسيستم او جنرال كيس والجنرال انا مش حاسب الناس هي قافله يوزر دي فين طالما قافله في مكان صح خلاص طب ما هو مفيش ما ينفعش تحط في اي مكان غير المكان الصح ولا مكان تاني هتبقى غلط بص يوزر دي واول حاجات بتاعتها ما اتقفلتش بعدين يوزر جديده جت هو حاجتها واليوزر ده اتقفل جميل فلو انت قفلت اليوزر ده بعد اليوزر الاولاني في حاله الجنرال كيس شغاله ان ده valid XML ماشي ده كده valid لكن مش valid للسيستم بتاعنا تمام فانت حاجه حاجتين تمام صح بالنسبه للسيستم يا اما تحطه في مكانه الصح جنرال كده بس يطلع valid XML يعني انا ممكن اعمل سبيسيفيك للسامبل XML المحطوطه سبيسيفيك مش للسامبل بقى للسيستم بتاعه اللي هو فيما معناه في يوزرز ويوزرز لازم يبقى بعديها نيم ونيم لازم يبقى بعديها اي دي وهكذا تمام شكرا باشمهندس يعني الحل اللي عملته ده صح ولا لا الاخير ده الحل ده بس لو انت عملت ستيت في الريبورت اللي انت عامله جنرال كيس فده حل صح لكن ما تعملش ان هو سبيشال تقول ان انت عامل سبيشال وتطلع ده بيقول لي انت عامل اي واحده في الاثنين تمام طب باشمهندس هو في نفس ريليتد برضه نفس الموضوع اليوزر اللي هي الكلوزنج تاج بتاعها دي لو حصل فيها ايرور انا مش عارف اصلحه دي الحاجه الوحيده اللي مش عارف اصلحها انا عرفت اصلح الايرور في نفس اللاين ايرور في الكلوزنج والاوبننج يقول ان هو في غلطه في الكلوزنج اوبننج لكن دي اليوزر دي نفسها لو فيها غلطه مش عارف اصلحها فلو عند حضرتك فكره يعني ممكن تقولها حتى لينا لان انا دورت على النت مش لاقي اي حاجه يعني انت مثلا واحد فتح يوزر وقفله بيوزر 1 صح بالظبط اليوزر الثاني ده يا اما مس بيلينج مثلا في اليوزر الثاني اللي هو الكلوزنج تاج بتاعه او هو التاج ده مش موجود انا مش عارف اصلح الايرور لكن عارفه ديتكتو في حلين يا اما تعمل كده اعمل ايه معلش عشان مش شايف او يعني ده كده الحل الاولاني تفتح المقفول ده الحل الاولاني خلاص يعني ده كده الكوركشن بتاعه ده فاليد ده انا افتح المقفول على طول وراه يعني تقفل المفتوح وتفتح المقفول تمام او تعدل اليوزر وان دي تخليها يوزر يعني هو طيب وعنده ولا حاجه ايوه ماشي ما انا لو قفلته في حته تانية غير المفروض يتقفل فيها برضو هتبقى غلط صح ولا غلطان لو قفلته دلوقتي بتتكلم جنرال كيس لو انت قفلته الاكس ام ال بتاع ده valid يعني مفيش كلوزنج تاج مقفول يعني مقفول في مكانه الصح اوكي ما عنديش مشكله دي كده جنرال السبيشال بقى ان انت ايه انت عارف السيستم بتاعك مفيش حاجه اسمها يوزر 1 مفيش تاج اسمه يوزر 1 فاكيد يوزر 1 دي غلط فتصلح له ان هي يوزر هو انا مع حضرتك يا باشمهندس لو هما في نفس اللاين انا اعرف اصلحه سواء كان سواء كان طيبه او كان التاج نفسه مش موجود لكن هو تيرمينال نود يعني لكن لو هي نود كبيره وعدى عليها ايوه بالظبط دي يعني هو الحل اول حل الوحيد ان انا اقول ان هو مش موجود فاحطه وخلاص يعني بس مش بس كده مش هتفرق ان هو محطوط في مش مكانه يعني ساعتها بقى انت هتيجي دلوقتي الاستاك بتاعتك يبقى على التوب بتاعها يوزر
لقيت الكلوزنج يوزر 1 هتيجي تقارن ده مع ده في مشكله صح؟ يبقى قدامك حل من الحالين، تقفل يوزر وتفتح وتقفل ده خلاص، يا اما ايه تقول ان هي ده المفروض تكون يوزر زي التوب يعني. تمام، بس مش هتفرق في اللاينز يعني. لا لا مش هتفرق، المهم ان هو طلع فاليد وخلاص يعني. بس في الحاله دي كنت بقى عملت جنرال سوليوشن للموضوع ده يعني. اقول ان انا اكتب يعني اكتب لحضرتك في الريبورت ان هي جنرال سوليوشن مش هتفرق في اي مكان. عشان ده الناس عاملاها جنرال فاليد وخلاص ولا سبيسيفايد لل. تمام يا باشمهندس. تمام شكرا. مش مهندس، هو لازم لما اعمل ديتكشن اعمل كوريكشن برضو ولا دي حاجه اوبتيمال؟ المفروض يكون مطلوبين، بس لو مش عاملها انا كده في الدي اف ان هي اوبتيمال، فمش شرط اعمل كوريكشن ولا ده كده معناه ان انا لازم برضو اعمل كوريكشن؟ هيبقى عليها درجات مثلا، نفترض فيز 1 مثلا عليها 100 درجه يبقى عليها جزء مثلا عليها 10 درجات ولا حاجه، فلو مش عاملها قولي مش عاملها، وممكن بقى فيز 2 البونص يعوض دي. تمام شكرا. طب باشمهندس، هو الانبوت على طول هيبقى بنفس الاستراكشر بتاع السامبل الموجوده في البي دي اف؟ بس اكيد وانا عايز التست الكوركتنس بتاعتكم هدخل استراكشر في حاجه بايظه، بس نفس يعني نفس الشكل. اه كده يعني. تمام تمام. باشمهندس، هو دلوقتي في حط اليوزر دي مثلا، اليوزر اللي هي الاخيره دي السيستم بتاعي بيقعد مثلا يفتكر ان الحاجات اللي جايه الاوبننج تاجز هي في جوه اليوزر، بس اليوزر بيكون خلص يعني. مثلا لو نفترض ان اليوزر جواه اي دي ونيم، هو بس كده المفروض اليوزر. لو احنا مثلا لو هو نسي يقفل الكروزنج تاج بتاعت اليوزر دي، هيقعد بقى مكمل الحاجات اللي تحت دي ويحطها جوه اليوزر، وده كده هيعمل ايرور في الاخر. في الاخر هيحط بقى اليوزر اللي هو نسيها من زمان دي. فهمتني ولا لا؟ دلوقتي طالما وصلت ان انت بنبقى صعب قوي يا باشمهندس نرجع للاندكس. بالظبط، هو هيحط يوزر دي في الاخر خالص بقى، ترجع هيحطها في الاخر خالص بقى، بعد ما يخلص كل حاجه جوه الستاك، وهيفتكر ايه ده في يوزر انا نسيتها من سنه، هيسيبها يرجع يحطها. طب لما اللي هو سبعه من سنه دي قفلها صح؟ ما هو قفلها صح، بس قفلها في حته غلط وهيبوظ كل ده اللي تحتيها. يعني مثلا نفرض ان اليوزر المفروض جواه اي دي ونيم بس، لو دلوقتي بقى جواه نيم واي دي وبوست وتوبكس واي حاجه وفولورز وكل حاجه، فده كده فكده البتاع كلها باظت وكل الداتا. فهديك حتى ايفن لو جيت اعمل اخد الداتا من بالظبط، اخد داتا من الاكس ام ال هتطلع غلط. عشان اقول لك حاجه، انا بقى مهتم في الاوتبوت بتاع الكوركشن ده، انت تطلع لي فاليد اكس ام ال بس هو ايه زي ما انت عايز. اسمعني بس، لو انت قلت انت بتطلعه جنرال فانا هاخد اي فاليد وهعدي. لو انت قال انت بتطلعه سبيسيفايد السيستم بتاعنا وطلعته بايظ بالزي السيستم، بس ساعتها انت كده مشكلتك المشكله عندك. بس الاوتبوت بتاع الاوبريشن دي مش هدخله على حاجه ثانيه، تقلقش يعني. مش عارف انت دلوقتي قلقان ان الاوتبوت بتاع الكوركشن تاخده وادخله على اي اوبريشن ثانيه فيبوظ الاستراكشر بتاع السيستم، عشان انت مش عامل كوركشن زي السيستم صح؟ بالظبط. وانا بقول لك انا مش هدخل الاوتبوت بتاع الكوركشن ده على اي اوبريشن ثانيه، انا هعمل تيست بس انت عامله صح ولا مش هدخله. مع مثلا عليك مثلا هتقعد تشيل كروزنج تاجز من كل حته وتبر، وفي الاخر فحضرتك بس عايز في الاخر ان هو لو شلت خمسه عملت خمس غلطات، هو يقول لك ان احنا عندنا خمس غلطات ويصلحهم، وتبر الداتا تطلع صح وغلط صح؟ اه، وتبر بتاعنا بازل الاستراكشر بتاعه لا، بس طالما انت ملتزم باللي انت قلته في الريبورت ان انت بتعمل كوركشن بالطريقه الفلانيه. هو انا بعمل كوركشن بطريقه جنرال. اه وساعات طب انا مش هاخد الاوت بوت ادخله لحاجه ثانيه، بس ساعات هيبوظ الدنيا. لا مش هعمل كده. شكرا يا باشمهندس. حد عنده؟ عايزك يا باشمهندس. في حته اللي هي تحويله من اكس ام ال لجيسون، كان في السامبل اللي هو كان موجود في البي دي اف كان في بس مشكله صغيره، ان هو يعني في كلمه يوزرز دي كان هو فتح اري تمام. يعني هو لما حول التاج بعد كده فتح عليه اري. جوه الاري بقى هو المفروض ان يعني اي اوبجكت بيبقى يا اما هو تكست وخلاص، اللي هو الحاجه اللي جوه التاج، فبيبقى بين بريسز ما بين قصدي كوتيشن دبل كوتيشن، يا اما لو هو يعني اوبجكت فلازم يبقى مفتوح ببريس. بس هو في الاكزامبل ان هو مش ولا فتح بريس ولا عمل دبل كوتيشن، هو عمل كتب يوزر نقطتين وعمل يعني ما حطهاش شكل اوبجكت دبل كوتيشن وكولون وبعدين تفتح بريسز وتكتب الداتا بتاعته. يعني انا جربت اللي هو الاكزامبل اللي هو موجود في البي دي اف ده، جربت احطه على كذا حاجه بيعمل لي ايرور، يعني كجيسون كسينتكس مش عامل لي مش عامل ايرور.
خلاص ماشي انت اظبطه باي طريقه مش فارقه مش فارقه معايا تفكر في سترينج ولا لا مش ده قصدك ان دي مش مفروض تفرض دبل كونديشن يعني اقصد ان كلمه اللي هو في الاكزامبل ده المفروض ان يكون مفتوح على الاقل مفتوح يعني بريس جوه يعني جوه الاري او ان هو يشيل كلمه يوزر اصلا من الاول من الاصل يعني يشيل كلمه يوزر وكان كان الاوبجكت هو عباره عن حاجه بعد كلمه يوزر ماشي صح طيب هو اليوزر اري ده عباره عن يوزر اوبجكت فالاوبجكت ده بيتحط ما بين اسمه ايه ده ال بريسز كده كل واحده كي فاليو كي فاليو الاي دي كذا ده كولون كذا نيم كولون كذا وهكذا كل واحده بتسمي يعني انا عملت شيت كلمه يوزر وحطيت الحاجه اللي جوه البريس وكوما وكان يوزر تاني عملت نفس الكلام كده السيستم ده لان هو السيستم عباره عن اري ويوزر يوزر كي ريدندنت مش مهم قوي تمام شكرا يا باشمهندس هو انا في الكيس بتاعه الايررز كده يعني في الحته دي هو انا كده يعني انا افترضت ان انا هعرف اصلح الايرور ان لو هي يعني انا لو حطيت الاوبننج والكلوزنج تاج في نفس السطر بس انا لو مش حطيتهم في نفس السطر انا صعب ان انا اصلحهم مش كده مش صعب ساعتها بقى تصليح من اللي انتوا عاملينها لان انتوا عاملين التصليح ده حاجه ليها علاقه بالسيستم بتاعنا فانتوا عارفين التيرمينال نود مش من التيرمينال نود فتعرفوا مين يتصلح ازاي لو انتوا عاملينها جنرال بتطلعوا فاليد اكس ام ال وخلاص يعني المهم ان هو يطلع مظبوط وخلاص ايوه بس قصدي يعني انا دلوقتي لو اليوزر جه مثلا اللي بيدخل يعني عمل اوبننج تاج وبعدين قعد يكتب في داتا في سطور مختلفه وبعدين ما حطش الكلوزنج تاج وبعدين مثلا ساي بدا اوبننج تاج تاني انا صعب جدا ان انا اعمل ديتكشن وكوركشن لحاجه زي كده لا ديتكشن معروف يعني ماشي ديتكشن خلاص اوكي قصدي اعمل كوركشن يعني ان انا ان هو نسي ان هو ما حطش الكلوزنج تاج لو هي مش في نفس السطر طب انت تقدري المرحلة انت اكتشفت ان في غلطة تعرف تصلحيها بقى لان انت جيت تعملي بوش مثلا او لقيتي كلوزنج تاج جالك ملوش اوبننج تاج ساعتها ايوه انا هعرف ان هو ملوش اوبننج تاج ما دام هم مش في نفس السطر ما ممكن يكون يعني انا لو بقارنه بس مع التوب اوف الستاك طب ما هي برضو انا لو مدخل اوبننج تاج مش ماتش مع الكلوزنج تاج هي نفس الكيس بالظبط هقول بقى الكيس دي بتاعت الحل في الجيم افترض ان هو ثانية واحدة بس افترض ان هو يوزر زي في الاول ودي ما افتحش اليوزر بقى خلاص بدا يكتب الاي دي هو قفله عادي نيم ايوه قصدي حضرتك دلوقتي قفلت الاي دي في نفس السطر يعني انا قصدي انا المفروض افترض كده لا مش قصة افترض كده المفروض ان انت يعني كحل اولاني سبيشال السيستم ده انتوا عارفين ده ليف نود فلو اتفتح لازم يتقفل على طول ما ينفعش لو اتفتح افتح نيم بعدها فكده في مشكله في الاي دي بقى الكيس الاولاني طب الكيس الثانيه ان واحد حله حل جنرال دي مش موجوده الاي دي ساعتها كده هيبقى عندي الاستاك عامله كده يوزرز بعدين الاي دي بعدين النيم بعدين جالي ليه نيم حلو فايه ابوش من ابوك من الاستاك حلو كده بعدين جالي يوزر كلوزنج ومفيش يوزر اوبن فالحل بقى ايه الحل ان انا يعني لو كنت درست للسيستم عارف ان طالما فتحت اليوزرز دي اول تاج يجي تاني تحت المفروض يبقى اليوزر هو ما حطوش وبدا يحط الداتا بتاعت اليوزر فده كده ايرور فالمفروض انا افتحه له هنا في الاول طب لو الحل الجنرال بقى الحل الجنرال ساعتها بقى ان الاقي اليوزر هنا مقفول ومش مفتوح بفتحه له بقى او اشيل ماشي وبعدين هكمل وصلت للاخر لقيت اليوزرز دي مقفول بس اجي طالما جيت لقيت اليوزرز دي مقفوله لقيت الاي دي ما اتقفلش بقفله له بقى لان واحد اوبن مفتوح ملوش كلوز فلازم يتقفل هو كده طلع فاليد ايه اكس ام ال بس ملوش علاقه بالسيستم بتاعك يعني خلاص فده حل صح ده حل انا همشيه صح يعني مش هقول حاجه في حته الكوركشن يعني بس انا المهم عندي في الكوركشن طبعا يعني اقل حاجه انت تطلع لي عدد الايرورز اللي طلعت وفين تقول لي مثلا ان في كلوزنج تاج مش موجود هنا في مثلا اليوزر اتفتحت ما اتقفلتش
خلاص. وبعدين بقى تيجي في الاخر مرحله الكوركشن، هقبل دي هقبل. باشمهندس يعني كلوزنج تاج اي دي دوت لو انا حطيته بعد اليوزرز بقى في اخر الفايل خالص وانا شغال جنرال كيس، تمام انا هبقى بوسط الهيراركي بس ده المفروض عادي تمام فاليد اكس ام ال فايل لان انا شغال جنرال كيس صح؟ ساعتها بقى الفايل اللي انتوا طلعتوه ده انا مش هاخده وادخله بقى على جنريت بي جي. اه بس هو كده يبقى خلاص صلحنا الايرور على الجنرال كيس، يعني مش هيفرق مكان كلوزنج تاج اي دي تمام انا شغال جنرال. انت تقول لي بقى في الفريم ورك انت شغال تمام. انا كان عندي سؤال في الـ في الفاليديت، انا كنت عامل ان انا اول ما بلاقي مشكله بقول له خلاص ان في مشكله في الاكس ام ال وبطلع له اول مشكله، يعني هو لو عنده 20 مشكله انا بطلع له اول واحده وساعتها اقول له انت ممكن تعمل كوريكت، انما مش بطلع الليست بتاعت المشاكل كلها لان ممكن مشكله واحده يعني هتخلي المشكله عماله تتكرر تاني تحت، فانا اول ما بلاقي مشكله بوقف وبقول له على المشكله دي. هل لازم في الاخر اطلع له ليست بالمشاكل كلها؟ اك سمعتني ولا انا سمعتك وجاوبت قلت لك طلع له في الاخر المشاكل لازم تطلع له ليست المشاكل دي كلها او عددها واماكنها وبعدين بقى تكوركت بقى زي ما انت حابب. اوكي يعني انا ما اوقفش عند اول واحده، لازم اطلع له المشاكل كلها. بالظبط كمل الفايل الان. اوكي ماشي زياد نزل ايده قول يا احمد. معلش يا باشمهندس بس في حته حضرتك الفورماتنج، يعني مثلا حته بتاعت يعني انا بعملها هيراركي عادي مثلا حته الاي دي واحد وبعد كده كلوزنج تاج بتاع اي دي، ينفع اخليها مثلا اي دي وفي اي دي على نفس الهيراركي والوان متدخله ما بينهم كده بيندنتيشن زياده ولا لازم تكون على نفس السطر ولا الاثنين فاليد عادي؟ اه بالظبط، يعني مثلا الفاليو مثلا اللي ما بين مثلا اي دي واي دي مثلا اللي هي واحد، هو طبعا واخد الهيراركي طبعا كله عادي بالمسافات بتاعتهم بالظبط كده وما بينهم واحد وداخله جوه شويه اللي هي الفاليو بتاعتهم. بالظبط انا بعملها جوه شويه فده كده فاليد عادي ولا واخد الهيراركي طبعا عادي واللي هي البيرنت بتاعتها يعني بنظبط الفورماتنج بس الفاليو مش على نفس السطر. صوت حك واطي قوي يا شمس. بقول لك في حاله التيرمينال نود انا مش فارق معايا انت حطيت الداتا بتاعته في الاول على نفس الديبس ولا دخلتها جوه شويه، المفروض تتحط جوه شويه ده الكيس الصح. انا بالظبط انا عاملها جوه شويه، انا بتكلم ان هو حضرتك مش مكتوبه اي دي فاليو كلوزنج تاج، انا عاملها زي حضرتك كاتبها كده ومدخل واحد جوه شويه في الفورماتنج بتاعي كده تمام. مين تاني بيسال؟ طب يا باشمهندس معلش عندي سؤال بس في الكومبريشن. اوكي هو انا لازم اعمل كومبريشن ودي كومبريشن ولا كومبريشن بس؟ لا ما هو انت عملت كومبريشن هعرف من انت طلعته ده صح ولا غلط، وبيت له حاجه جبرش كده ما لهاش معنى، فانا عشان اعرف انت عملت ده صح لازم يبقى دي كومبريشن العكس. تمام. ايه تاني كان بيسال؟ محمد خالد قول يا محمد. يا باشمهندس هو في الجي اي كل اللي بيشرحه الجي اي في سي بلس بلس بيستخدموا حاجه اسمها سي ال ار، فده لازم تكون مسطب له حاجه، فهو ده حضرتك مسطبه عندك ولا المفروض اعمل ايه؟ بص الديليفربل بقى ايه؟ هيبقى اربع حاجات، هيبقى ريبورت والكود بتاعك كله محطوط زيب كود في زيب فايل خلاص، وفيديو شرح بقى ليكم بقى ازاي بقى بتفتح بقى والبوتونز بتعمل ايه run one or two test cases او طالع مظبوط طبعا يحاول تشوف بقى تيست كيس بس تكون حاجه تريكي يعني ما تجيبليش حاجه سهله. واخر حاجه الرابع حاجه يعني اكس اي فايل ده شغله، ده اللي انا شغله الاكس اي فايل ده المفروض ان هو سيلف باكج كده بيجي على بعضه ومش محتاج تسطب له حاجه، فانت بقى المفروض تدور على تول بقى بتحول لك بتطلع لك الاكس اي الجاهز ده، سواء انت شغال جافا بايثون اكيد في حاجه بتحول لك الموضوع ده، لكن مش هينفع اسطب انا حاجه يعني انت اي اكس اي فايل بتشغله عندك دبل كليك بيشتغل. تمام شط. طب باشمهندس بالنسبه للريبورت احط سكرين شوت للكود ولا هو شرح بس الفانكشنز وبيجو خلاص؟ ما تحطش سكرين شوت للكود خالص لان الكود كده كده مسلمه فانت مش محتاج ولا اوت
ولا اوت حتى. لا انت الريبورت بقى تحط فيه ايه؟ هتحط فيه اساميك وبالرول بتاع كل واحد ده في الاول. تمام. بعدين لينك الجيت هاب ريبو طبعا. تمام. خلصوا فيز 1 يا جماعه، يعني فيز 1 هتسلم ازاي؟ من يوم الجمعه لحد الاثنين هنزلكم بكره الفورم للتسليم. الجمعه الاثنين هيبقى السبمشن العادي. لغايه 12 بالليل يوم الاثنين؟ لحد اخر 12 بالليل. من الثلاث الخميس هتبقى ليت سبمشن بقى، ساعتها بقى هنشوف الليت دول هينقصوا مثلا 10% من الدرجات 15% حاجه كده يعني. بس بعد كده مش هين خلاص، احنا كده يعتبر مدينا التسليم اسبوع زياده. التسليم بقى يبقى عباره عن ايه؟ قلت لكم الاربع حاجات دول هتحطهم على جوجل درايف، فولدر كده في جوجل درايف، وهتحط اللينك بتاعه في السبمشن فولدر بس. وانا اخش على اللينك الاقي الحاجه دي، الاقي الحاجه تمام. دي تعديل فيها بالديتا اللي انت سلمته، يعني لو مثلا حد عدل في الكلام ده بعد ديت التسليم هعتبره ليت، او لو عدل فيه بعد الديت بتاع الليت هعتبره مش فاهم. طب وبالنسبه للبي دي اف حضرتك قلت اكتب الاسم الاسامي بعد كده الجيت هاب لينك وبعد كده لينك الدرايف، اعمل ايه كمان؟ الريبورت بقى تحط فيه اساميكو الروت بتاع كل واحد و الجي اي بتاعك سكرين شوت ليها كده، ولو عايز تشرح البوتون ده بيعمل ايه وكده فاهم، شرح الجي اي تمام، شرح الجي اي بس مش الفانكشنز بتاعت الكود. كمل لك بقى بعدين بقى الفانكشنز فانكشن تمام. عشان بتاعها عبارة عن شوية حاجات input output تاخد ايه وبترجع ايه جدول كده او طيب اي زمن تحيي. وكلمتين حلوين هي بتعمل ايه الفانكشن دي؟ time والspace complex بتاعتها worst case بقى average best case تمام. دي سريعا كده briefly هي بتعمل ايه بالظبط من جوه؟ تمام. طلع الاوت مش عاوز راجي كتير. يعني انت مثلا لو فاكشن تستخدم الستاك وتقولي بتعمل بوب وبوش، مش لازم بقى تقولي بوب ده بياخد الاول اللي مش عارف ايه، حاجه سريعه تمام. حاضر خلاص كده وضح المطلوب من التسليم. تمام يا باشمهندس. ايه انطونيوس، قولي انطونيوس. انا سمعت يا باشمهندس بالنسبه لحته الديتكت ايرور، انت كنت بتقول هتقولي الايرور فين ازاي يعني عاملها؟ المفروض قصدك حضرتك يعني اللاين في اللاين الكام يعني؟ تقول له في مثلا open tag at line كذا مش مفهوم، بس مش مهتم، بس انا مش مهتم باللوكيشن بتاع الايرور. يعني مثلا لو كان ID بتاع يوزر معين مش هينفع اقول مش هقول اليوزر الفلاني الID بتاعه صح، هقول بس ID missing بالظبط كل نوع ميسك يعني فادي لاين او ادي ID بالظبط وخلاص. طب تمام يعني. اوكي تمام شكرا جدا. طيب باشمهندس، هو دلوقتي بالنسبه للاكسكيوشن فايل عندنا، يعني لما انا عملته عندنا في السي شارب هو الفايل شغال بس في الفولدر بتاع الفايلات الثانيه، يعني انا لما اخدته لوحده في الديسكتوب مثلا ما اشتغلش، فده اللي حضرتك عايزه ولا عايز حاجه؟ عاوزه لوحده قائم بذاته كده. فانت شوف طريقه ان انت تحط فيها الفايلات دي تبقى جوه الاكس اي او هو يعرف رايه يعرف يتصرف فيه. انا عارف مشكله جدا بتحصل فعلا، فانت شوف كده طريقه لينكينج كده ان هو يلينك الحاجه دي كلها مع بعض بس يطلع فايل واحد. تمام ماشي. طيب حته الديتكشن بتاعت الايرورز في اللي هي الفيكس، احنا قلنا يبقى في ليست مثلا، يعني اظهر له مثلا في ليبل كده في الجي اي ان انت عندك كام ايرورز والايرورز موجودين في لاينز كام مثلا، نقول له عددهم وفين. اوكي ماشي. واحنا قلنا التاج الناقصه مش لازم تتحط في مكانها بس لازم تتحط، لازم تقفلها صح فين بقى على حسب ما انت شغال. اوكي بس لازم تتعمل عشان يبقى فاليديت قصدي. تمام خلاص تمام شكرا يا باشمهندس. مش بس لو انا بعمل مينيفاي للاكسميل وكده يعني هعرف منين السطر كام؟ لا ما انا هجرب كل حاجه يعني شغال بعدين احط مينيفاي كل ما يبقى نفس السطر، مش منطقي ان انا اعمل حاجه زي كده يعني. يعني ما عملش مينيفاي اصلا يعني؟ لا انا مش فاهمك، يعني ما تعملش مينيفاي؟ انا قصدي انا عملت مينيفاي وخليتهم كلهم في نفس السطر، فكده هقول الايرور مثلا في ايه في الاندكس رقم كذا مثلا ولا ايه؟ لا ما هو لا انت لو مش هعمل، بص انا هقول لك ان انا مش هجرب موضوع الفاليديت، يعني انت جايب لي فايل بجربه انا التست كيس بتاعي اشوفه فاليد ولا لا وبعدين كوركت. الخطوتين دول مش هكمل بقى عليهم بعد كده، بعد كده اجيب كوركت فايل انا عندي انا فاليد للسيستم ده دخله حاول يجيسون
او الكومبريشن دي كومبريشن. بس خلي بالك يعني انا متوقع بسيناريو في دماغي خليكوا فايل يحصل له كوركشن، فايل بايظ يحصل له كوركشن، هاخد الكوركتد فيرجن دي ادخلها تاني، لو طلعني ان هي مش فاليد فكده في حاجه غلط يا في الكوركشن يا في الفاليديشن بتاعك. خلاص فدي كيس برضو جربوه يعني، دي حاجه تجربوها للسيستم بتاعكم تعملوا تيست يعني. ماشي يومنا باشمهندس، هو احنا ينفع بدل ما نطلع ليست في الاخر بالايرور نعمل هايلايتس عليها، ولا لازم يبقى في ليست مكتوب فيها الايرور؟ اي حاجه بتتجوز فيها. انا شايف ان دي اصعب ولا ايه بتاعت الهايلايتس؟ اخد هايلايت ومكانها دي، انا شايف ان هي اصعب من ان انتوا تقولوا هي فين، دي حاجه في الجي بي. طب راحتك. طيب شكرا. عندنا مشكله تاني كده ولا خلاص؟ مش معنى سمعت حضرتك قلت المهم ان انا اقول الايرور فين ولا لا؟ تقول الايرور في انهي تاج، المشكله فين؟ اوكي. مش معنى هو احنا الاربع حاجات المطلوبه بس اخر مره، هو الزيت فولدر بتاع الكود والريبورت البي دي اف والشورت فيديو، ايه تاني؟ ويكسي والاكسي اه ان هو يبقى اشتغل لوحده. تمام خلاص ماشي اوكي. حاجات الاربع حاجات دول كلهم هتحطهم في جوجل درايف وفي الفورم، كانت هتعملوا فيها سبمشن هتحطوا اللينك، ولازم جوجل درايف ده يبقى شيرابل، يعني مش لازم اقول لكم على النقطه دي، هو يبقى شيرابل، انتوا تجيبوه كده تحولوه ان هو برايفت تعملوه شير عشان ما اخش عليه يتفتح، مش لازم بقى اطلب بيرميشن بقى ونقعد نجري ورا بعض. خلاص كده ولا ايه؟ حد عنده سؤال تاني؟ انا عندي سؤال بس كده. اوكي. هو لو احنا سلمنا حاجات في اول مواري السور وحبينا بعد كده نحسن فيها قبل التسليم الفاينل عادي ولا فيها مشكله؟ انا الصراحه شايف ان كنت حاجه فيز 1 وعدلته فيها تاني بعدين ما عنديش مشكله، بس اوكي مفيش مشاكل، بس ان انا ارجع اعدل درجتها فيز 1 لا، فاهمني؟ مش هينفع اعدل درجتها فيز 1 لان درجه فيز 1 خلاص انتهت، فيز 2 هيبقى ليها درجه تانيه، فيز 2 هخلي عليها التلتين و فيز 1 هخلي عليها التلت، ان فيز 2 بقى هننزل بقى في الفاينل بعد ما يخلص هيبقى في مناقشه وكده وهنسال الناس فاهم، وافهم انتوا شغلتوا الحاجات دي ازاي وكده اسالكم في النص يعني، فدي هخلي عليها درجات اعلى شويه. طب يا باشمهندس سؤال معلش، هو البروجكت كله عليه كام درجه؟ هو لو حضرتك اتكلمت فانا ما سمعتش ولا حاجه الصراحه، المايك كان بعيد. تقسيمه الدرجات على مدى السنه، تقسيمه الدرجات على مدى السنه دي بتاعتي انا، من الاخر اقول له مثلا البروجكت انا عملته ب 100 والدرجات من 100، فهو بياخد بقى الكلام ده كله ويفاكتور بقى الموضوع ده، هو مثلا البروجكت يبقى عليه 5، البروجكت يبقى عليه 10، الميد ترم عليه 20، مش عارف الاساينمنتس عليها 10 وهكذا عشان يقفل لكم عمل السنه بتاعتي دي بتاعتي يعني. ماشي. حد عنده سؤال تاني؟ يا باشمهندس، هو المفروض النهارده في لاب ولا لا؟ لا لاب هناخده عادي الاسبوع الجاي، انا شايف اللاب ده يبقى احسن ان احنا نبقى قصاد بعض، مش احسن ان هو يبقى كده عشان عاوز الناس تجرب ونغلط، عشان امبارح غلطت وانا بكتب كود، فهي ايه مهم قوي الناس مع بعضينا يعني. فاللاب المره الجايه انا كنت لسه هكلم النقطه دي، اللاب المره الجايه هننزل عادي يوم الاربعاء، الناس بتاعت يوم الاربعاء والناس بتاعت يوم الخميس، وهنقفل اللاب 5 ده، وبعد ما نخلص لاب 5 يبقى معانا لاب 4 ولاب 5 ما عملناش فيهم ريبورت، هنعمل الاثنين مع بعض في انجاز، ريبورت لاب 4 خليه مسالتين، ريبورت لاب 5 خليه مسالتين، ماشي عشان نخلص الموضوع ده يعني. حد عنده مشكله كده؟ طيب شكرا. 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 شكرا.